حبيبتي انا لو مكانك ما اعملش كده. ما هو انت مش مكاني فعلا، اصل انت ما خسرتش كل حاجه، لا خسرت بلدك ولا اهلك ولا شغلك ولا صاحبه عمرك، ولا فضلت بتجري ورا واحد اول حاجه عملها سحب وعوده كلها وعينه زاغت على اول واحده شافها من اللي انت عارف هما بيتسموا ايه. ممكن، ممكن جدا، بس لازم تعرفي ان كل راجل ليه نزواته، لازم انت يكون مخك كبير عشان تستوعبي ده وتتصالحي مع النزوات دي. ليه؟ لانه في الاخر بيلف يلف ويرجع لك. لا يا حبيبي، الكلام ده لو احنا كنا متجوزين وفي بيتنا تلف وترجع لي. بس معلش انا غلطت وهتحمل غلطتي لغايه الاخر. واضح ان انت متضايقه، والدقيقة دي مش مخلياكي تعرفي تفكري كويس وتبصي الموضوع كويس. سيبك بقى من الوعود والعهود وكلام الأغاني ده، وخلينا نفصصها بالعقل. انت هنا معايا ملكة عايشة عيشة الأغنياء، الكل تحت رجليكي، عايشة مع راجل بيحبك وبتحبيه. ايه بقى؟ راجعة مصر تاني ليه؟ اوعى تفتكر يا مروان ان انا ضعيفة، لا، قوتي دي هي اللي خلتك عايش في العز ده كله. ماشي يا قوي، هتعملي ايه لما ترجعي مصر وامك تطردك، وابوكي لما يلاقيكي راجعه ايد ورا وايد قدام ومعكيش فلوس وما يبقاش طايقك؟ ولا هايدي ونادر، هايدي ونادر اللي بيدوروا عليكي عشان خاطر ينتقموا منك؟ انا من رايي ترمي كل دول في الزباله. انت تشتغلي وتعتمدي على نفسك. ايوه اشتغلي بتعتمدي على نفسك، بس مين هيشغلك؟ الله، اذا كان كله عارف ان انت صاحبه هايدي اللي خنتيها، يعني اما هتشتغلي خاينه يا جاسوسه، يعني محدش هيشغلك. انا عرفت 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 انت هتشتغلي ايه. انت رايحه تشتغلي في البيوت زي امك خدامه. بكره تعرف يا مروان انا راجعه مصر ليه؟ اتفضلي. شكرا. You're welcome. You're welcome. يا بنت انت مالك بس، فيك ايه؟ قومي يا بنت، مالك قاعده كده عامله زي السنه؟ يا بنتي الرطوبه هتاكل عظمك. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه ده انت مين؟ انا على مهلك. قومي انت اللي مين يا اختي؟ انت اللي مين؟ بعدي بعدي. هي كورية زمانك؟ نعم يا استاذ شكري. اسمعني انا هايدي. هي هايدي هانم خير ان شاء الله؟ كورية عملت لك حاجه تاني ولا ايه؟ ما عملتليش حاجه. قولي له قولي له جيب لي بسطرمة بس يتوصل يشيل منها التوم، تومنا كيلو. حصل مذبحة كبيرة في المنطقة اللي انت جايبني فيها دي، وفي واحد ذبحوه بسيف كبير في وسط الشارع. مذبحة؟ مذبحة كيف يعني؟ ومين ده اللي قتلوه؟ الراجل اسمه ايه ده؟ خطيب اسمها ايه دي؟ ابراهيم، خطيب كوريا اللي احنا سلمنا عليه ده. يا ست هايدي نامي وتغطي كويس، اذا كنت قلقانة ولا حاجة دي كوابيس، غيري مكان نومتك وهتبقى زين ان شاء الله. انا شفتهم بعيني، شفت الدم بعيني، ذبحوه قدام الناس كلها قتلوه. وبعدين انا قاعده مع الست المجنونه دي وخايفه قوي، تعالى وخلصني. مجنونه؟ جن لما ينططك ويعفرطك انت وعيلتك كلها. قال انا مجنونه ايه؟ طب بقول لك ايه، خليكي مطرحك، اوعي تفتحي الباب لسندس لحسن تهرب منك في اي حته، وانا هتصل بسوكه بالتليفون وافهم منه كل حاجه، وخليك مطرحك. جايلنا منين دي؟ انا تقول عليا مجنونه يا بنت الاغاني؟ بس اسكت. بس جدك جدك اكبر قبلك. انت بتعملي ايه؟ بتعملي ايه يا ربي؟ انا ناقصه. طمنا يا دكتور، ربنا يطمن قلبك. الجرح كان عميق ونزف دم كتير قوي، احنا عملنا له عمليه وحطيناه تحت الملاحظه، وان شاء الله يبقى كويس. ادعوا له يا رب. حرام عليك يا ابراهيم، ليه تمرمط نفسك مع الاشكال دي بس؟ لا انت شبههم ولا هم شبهك. ما ياما قلت لك اهي
ناخد حتة أرض في أيها صحراء ونبعد عن الشر ونغني له. استفدت أنا ياما تروح مني في شربة مية كده. توجع قلبي عليك كده يا إبراهيم بس. ربنا يقومولي بالسلامة يا أخت كوريا، وأنا هدعيله في صلاة الجمعة إن شاء الله. زعليش نفسك يا كوريا يا بنتي، ربنا عمره ما يجعل غلابة أبدا. يا رب يا رب، أنا ماليش غيرك، ما أنت عارف. ألطف يا رب، ألطف يا رب. معلش يا حبيبتي، قومي يا كوريا، قومي روحي انت قعدي مع خالتك سندس وبنت خالتك جمالات. ايوه، وانا وسوكا حنبات مع هيما هنيه للصبح، وحبقى اطمنك بالتليفون. قوم روح. فين يا خالي؟ اقطع دراعي من هنا، المكان بوظها الفقر ده هو سبب كل اللي احنا فيه ده. ما كنا قاعدين في امان الله، لا بينا ولا علينا، من ساعه ما رجلها نحس خطه البيت واحنا المصايب نازل ترف علينا بالتقيل. هذا المرار الطافح. ما اقول لك ايه، انا مقدر حالتك يا بنت الناس، مقدر حالتك. تعبانه هاي، تعبانه كوريا. بقول لك ايه، ما هي بنت اختي زي ما انت بنت اختي بالضبط، وهي مزنوقه، والمزنوق لازم نقف جنبيه. اقف جنبيها انت براحتك، انا خلاص ما عدتش طايقه اروح اشوفها في البيت. يا حنين قلبي عليك يا ابراهيم، كان مكتوب لنا فين كل ده؟ اهدى يا ستي، اهدى يا ستي، ربنا يجاوبهولك بالسلامه، يجاوبهولنا كلنا بالسلامه. وبعدين ما تزعقيش، صوتك عالي، الناس عيانه. يا اللي بطن البقره كلها عايشه بحسك يا ابراهيم، يا اللي ما تطلعش منك العيبه ابدا يا ابراهيم. انت بتنوحي على ايه؟ وش البومه انت؟ ثم انت اللي جايبك هنا اساسا؟ ليكي فيها ايه عشان تنوحي كل ده؟ ما هو انت لو ريكي راجل مش متجوزه عبص، ما كانش واحد سمع لك حس. اهدي حس. اهدي، الناس عيانه، الناس تعبانه. اهدي. اوعى يا خال. خلاص يا بنت، خلاص يا كوريا. يا كفر. التويوتا، الميكروباص، لوحات معدنيه ح م ت، سياره رقم 345، مرور الزاويه. انا يا باشا لا حول ولا قوه الا بالله. انا رد على السؤال. ارد اقول ايه يا باشا؟ انا اساسا معيش رخصه السواقه وما بعرفش اسوق، هسرق عربيه ليه سعادتك؟ مقدم البلاغ شافك وانت بتسوق عربيته يوم الاربعاء 23 مارس الساعه 12 بالليل. اين كنت في ذلك الوقت؟ كنت في البيت. نعم كنت في البيت وكنت نائم، اصلا حضرتك طالب في كليه الزراعه، والصبح بدري بيبقى عندي معامل ومحاضرات وكده، ما بسهرش ال 12 دي ابدا ابدا. انت لسه طالب؟ مع ان شكلك سنك كبير يعني. اصل انا مريت بظروف عائليه وحشه قوي، والدي توفى وانا بدرس وزعلت عليه قوي فتره، بس انا كنت مرتبط بيه جدا الله يرحمه. بس انا ان شاء الله هتخرج زي ما وعدته باذن الله. انت مال شكلك عامل كده ليه؟ وتحت عينك اسود وشكلك مبهدل. من كتر المذاكره يا باشا، والله اصل الامتحانات قربت وبسهر طول الليل عشان اذاكر. يخلى سبيل المتهم بضمان محل اقامته. شكرا يا باشا. تعال 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 تعال. نعم. تعال هنا. نعم نعم. فين عندي؟ فين هنا؟ معلش يا باشا، اصلا اول مره واخر مره ان شاء الله. لطيف بقى الشيخ جاسم ولا مش لطيف؟ اه طبعا، بالطريقه دي يبقى لطيف جدا. حبيبي انا عاوز اسالك على حاجه. انت هتديني كام في الموضوع ده؟ يا حبيبتي فلوسي كلها ليكي وانا فوق البيعه. انت كده كده معايا يا حبيبي، بس انا بسالك عن الفلوس. اه عايزه كام يا حبيبتي؟ ها انا عاوزه الربع. انا عاوزه الربع. الربع؟ وماله وماله حبيبتي، نقبض بس وبعد كده نتكلم. ماشي. الو. ايوه سعيد، بقول لك ايه، المركب ما تتحركش خالص لغايه ما شركه التامين تخلص كل شغلها، وبعد كده المركب التانيه يتحرك بعدها بساعه. يلا يلا. اوكي اوكي. بقول لك ايه، انا عايزك تشوف شغلك كويس، ها، عشان هنتعامل مع بعض كتير بعد كده. يلا حبيبي، بالتوفيق. الف سلامه عليك يا امي، تؤمنا بالسلامه ان شاء الله. تعيش يا سكا يا ابني، تعبتي نفسك وجيتوا ليه بس يا هاجر يا بنتي؟ أبلة هاجر، ربنا يخلينا أبلة هاجر، خلصت لك الجواب على نفة الدولة، وأنا الصبح إن شاء الله خلصت لك إمضة الوزير. طب ما بدل ما أنتوا تعبين نفسكم كده وعاملين إن أنتوا جبتوا التايهة، كنتوا كلمتوا المستشفى كانت صرفت لها معاش ولا شافت لها شغلانة وهي قاعدة، بدل ما هي مزروعة كده وعمالة تقول عايزة أدفع عايزة أدفع وما بتدخلش قرش. ما تقلقيش يا حاجة انتصار، أنا أعرف دكتور في الوزارة وهخليه إن شاء الله يخلص لك الورق بسرعة، وتقومي بألف سلامة إن شاء الله. ما تبطلي نواح بقى يا ولية، بواصلي دماغي المتكلفة، كانت الداهية وأنت بوس فقر. بقول لك يا جدع، هو البعيد ما بيحسش ولا إيه؟ إيه ده؟
انت جايبالي معارف الدول عشان يمدوا ايدهم عليا يا ابو زي الفقر. خلاص بقى خلاص بقى يا سوكا، معلش يا حاجه انتصار، هنبقى نجيلك بعدين وان شاء الله لما سوكا يخلص التقرير هبقى اجي اقول لك على مواعيد الغسيل. يلا يا سوكا. ابقى قتلها طفح معاكي تطفحوا. قوم يا بنت. خلاص يا سوكا، انت لولا قد جدي كنت بصيت لك ودانك يا جدع. خلاص يا سوكا خاطري. يلا بينا. يلا والله لولا قعده الحشيش لي احترامها لكنت قمت لك. طب ادي الحشيش اهو يا عم. خلاص يا سوكا يلا بينا بقى. الحشيش الحشيش يا ابن السيله الحشيش. طب انت ايه اللي خلاكي تقولي لي على كل اللي حصل بينك وبين ياسر؟ عشان خايفة منه قوي يا نيجي، ومحتاجة حد قوي يحميني. أنا حاسة إن القوي هتقدر تعمل ده. الظاهر إنه عمل مجهود خرافي عشان يجيب المعلومة دي. أنتي قلتيلي إنك ما قلتيش لحد. أنا تقريباً حكيت لواحدة صاحبتي زمان ساعة ما حصل الموضوع ده، بس ما أعرفش حاجة عنها. يمكن بقالي سنتين أصلاً ما شفتهاش. بص يا سارة، انا عايزك تثقي فيا. انا هقول لك تعملي ايه وتتصرفي معاه ازاي بالظبط علشان ما اشكش انك قلتي لي اي حاجه. حاضر يا نادر، بس بليز انا مش عايز اي حد يعرف الموضوع ده. انا من ساعتها بحاول انساه باي طريقه ومش عارف، وهو جيب كل برود راح فاتح لي الجرح كله. مخفيش. امسك يا سوك الورقه دي، تروح بيها الوزاره وتسأل على دكتور أيمن عبد الله وتشوف هو هيقول لك إيه. أنا مش عارف يا الله، أزعل على الست الغلبانة اللي فوق ديت والله أفرح إني شفتك. ملوش لازمة بقى الكلام ده يا سوكا. وعلى فكرة لولا الموضوع ده أنا ما كنتش كسرت كلام أخويا أبدا. بس هي الست دي طيبة وما تستاهلش بصراحة اللي جوزها بيعمله فيها. أنا كل يوم يا الله بكتشف إنك أجمل وأجمل وأجمل، وأنا الحمد لله عشان ربنا أكرمني قابلتك في المستشفى. أنا لفيت الدنيا دي كلها مش هلاقي ضفرك. طب استنى انت بقى عشان انا همشي. تمشي تروح فين؟ طريقي هو طريقك يا ابله، بدل ما حد يضايقك يعني. يضايقني انا اللي يضايقني تبقى امه داعيه عليه. بعدين استنى شويه بعد كده امشي واتقل كده عشان تاخد الاتوبيس اللي بعدي، ولو لقيتك راكب الاتوبيس اللي انا راكباه هنزل منه. انا بقول لك الادب لناسه، حكم القوي على المطربين. يا جولي ايه الوش اللي انت عاملاه ده؟ والله واشتغلت فيك يا غالي انجليزي يا بطن البقره. يا بنت بلاش ده، مش انا مش عارفه اسمع الغنوه منك. اسمعي اسمعي، ما انت خلاص عيارك فلت انت كمان. شويه شويه لقيت ست هانم مدخلاكي عليا ببدله رقص وسجاره. يا سلام. خير؟ عايزه ايه يا كل؟ عاوزه منك يا حصه، انا جايه هنا زبون اتفرج واشتري بفلوس. هو انا مش بنت وداخله على جواز ويلزمني جهاز؟ ولا تكونيش مفكراني يعني هقضي شهر العسل بهدوم الشغل؟ زبونه؟ ايوه زبونه. ايه مشبهش ولا مشبهش؟ المحل قدامك اهو، نقي اللي يعجبك بس ما تبهدليش حاجه، واللي تبهدليه ترجعي تطبقيه. اسمعي بقى اما اقول لك، اوعي تبيعي لها حاجه البنت دي، اترضيها بره. والنبي اتبطنتي يا خالتي، ده المحل فيه حاجات حلوه شكلها تعجب الواد ابراهيم. بقول لك يا بنت، ما تجيبي لي الاحمر اللي على الملكان بره ده. شوف ملكان العقل هاي ردي اوام. الو مساء النور. الحمد لله كويسة يا حضرة الضابط. بتعملي حاجة بكرة؟ بكرة شمعنا؟ أي حاجة يعني. لا بس ورايا المحل. كنت عايز أعزمك بكرة على الغدا. تعزمني على الغدا؟ مالك بيها يا بنت انت؟ بترزلي عليها ليه؟ الله؟ لا مش هينفع، أصل أنا هنا لوحدي في المحل ومش هينفع أسيبه لوحده. قصدي يعني مش هينفع اسيبه وامشي، خليها الوقت تاني. مفيش وقت تاني، هو بكره. انا خلاص حجزت المكان والغدا. وبعدين بقول لك ايه، لو قلت لا هبعت لك اتنين امنا يقفوا على باب المحل، ما يدخلوش حد لغايه ما توافقي. يعني اعتبر ده امر يا حضره الضابط؟ سيبتي ولا بامرك ولا حاجه. قلت ايه بقى؟ خلاص بكره اقول لك. اتفقنا. باي باي. اطلعي يا اختي هاتي لي اللي على الملكان بره ده، انت ليلتك حمرا. صباح الفل. يا صباح القشطه يا صباح الجمال. وحشتيني يا بنتي يا نوال، والله وحشتني حاجاتك الحلوه يا بنتي يا كوز العسل. دول شويه مهلبيه، انما ايه هتاكلي صوابعك وراه. اه قولي، عاوزه تنمي على مين يا بنت؟ قولي. ابدا والله يا خالتي، دايما كده فهماني غلط. ما تبقيش نوال بنت ام نوال. قولي قولي قولي، ما تتكسفيش. قولي. ابدا والله، انت صعبتي عليا فقلت اقول لك
ان سلومه خد فلوس بتاعه البيت بتاعه التنكيس اللي انتوا دفعتوها وراح اشترى حته ارض في الحاره اللي ورانا. قال ايه؟ عايز يبني عماره 11 دور بسانسير ومدخل رخام. يا مصيبتي بفلوسنا يا سلومه يا خرابي، ده انا الجمعيه لسه نحله وبر يا ولاد. ما هو انت صعبتي عليا فقلت اقول لك تلحقي قبل ما يبني. تعالي هنا يا بنت قولي لي، هو هيبني عمارة 11 دور بسانسير ومدخل رخام بفلوسنا احنا بالفلوس دي؟ ازاي يعني؟ ليه كرتون ولا كرتون؟ هو في حد دلوقتي بيبني بفلوسه؟ هو حاطط يافطه بصوره العماره على الارض واللي بيجي بيدفع واهو من دقن وفتله. بيتك يا راجل يا ضلالي. امان عليك يا ام سوكه، انا ما قلتلكيش حاجه يا اختي. انا مش ناقصه مشاكل معاه. مشاكل؟ هو لسه سلومه شاف مشاكل؟ ده انا هخرب بيته هو واللي يتشدد له. اللي معايا هيبقى معايا، هو عساس. اللي عليا هيبقى ورايا، اللي معايا هيبقى معايا، اللي عليا هيبقى ورايا، محدش يعرف يكسرني طول ما ربنا بقى وياي. على راس اللي يبقى عليا، اللي عليا الايام جايه، مش هنسى اللي وقف يوم جنبي ولا هنسى اللي استنطر بيه. اوعى انا قلبي قادر ابقى اي حد أبقى. انا عالي زي الجبال. اوعى هتروح يمين. الله هيما فين يا سوك؟ شمال شمال. هيما فين يا سوكا؟ ايه يا اسطى؟ ايه ثم انت ايه اللي موقفك على عربيه الكبد؟ انا شايفاك واقف عليها من امبارح، قلت تلاقي راح هنا ولا هناك وموقفك على ما يجي. ما انت عارفه ان كبداكي ما بيحبش يقف على العربيه عشان اهو اهو جه اهو. انت فين يا هيما من امبارح وسايبني؟ لا اعرف عنك حاجه ولا معبرني ولا حتى طمنتني بالتليفون. عملت ايه في النيابه؟ انا مش من قدامك اهو. ما عملوش حاجه، ما حدثونيش، قلت لهم ماليش فيه، قالوا لي اخلاق سبيل. طب الحمد لله. تعالى بقى شوف النصيب اللي انا فيه. سيب بتاعي على الصبح. سلومه الكلب اخد الفلوس اللي اديناها له وتكيس البيت وراح ابني بيها عماره جديده. هلا وانتش عرفك يا كوره، انت كنت عديتي فلوس وعارفه دي فلوس ايه ودي فلوس ايه؟ يا هيما خلص البيت ما بقاش مستحمل، هيقع على دماغتنا. تعالى معايا انت وسوكا نوقف له، انا مش هقفله لوحدي. طب استني بس افوق وافطر واجي معاكي. يا دي نصيب عليا ياما. طب اعمل ايه يعني؟ اروح استاجر لي راجل من على القهوه يتصدر لي؟ ادام ماليش راجل يتصدر لي. بقول لك ايه يا ابراهيم، انا خلاص انا بتحط ايدي في الشقه منك. قولي قدامي، قولي قدامي. يلا اهلا وسهلا. ده ايه الخطوه العزيزه دي؟ خش يا ناونه واعمل لهم كوبايتين شاي. استنى نواف، احنا رجوف يا اخويا ولا جايين للضايف؟ وديت فلوس تنكيس البيت فين يا جزار البهاي؟ ايوه يا اخوي، ما تضحكش علينا بكوبايه شاي ولا ازازه ازوزه. فين فلوسنا يا راجل؟ فلوسنا اللي قاطعينها من لحم الحي. فلوسكم؟ اه فلوسكم في الحفظ والسون. فلوسكم معايا ولا كانها في البنك المركزي عدم المؤاخذه. بطل تلف وتدور علينا، احنا عارفين ان انت خدت فلوس التنكيس وبنيت عماره جديده. ابني عمارات براحتي يا عم سوك. ايه انت هتبص لي في رزقي؟ رزقك يا راجل يا حرامي، وديت الفلوس فين اللي فتحتني عليها وخلتني استلف من اللي ما يسواش؟ وفين التنكيس يا عم الفييس؟ ما تتكلم يا ابراهيم. بقولك يا سلوم، انا ساكت من الصبح وسابك تبرطف، بس من الاخر كده يا حبيبي الفلوس دي انت واخدها على ايد الحكومه وماضي على كده. هتقعد بقى تستلوح وتلوح بالفلوس يمين وشمال، الحكومه هي اللي هتزعلك. ايوه بقى الحكايه كده، كل واحد يعرف واحده تعرف ظابط وماشيه معاه يفتروا على الخل. يا راجل خلي عندك فني انت يا كوريا. لا يا حبيبي، واحنا كمان هنزعلك، واحنا زعلنا وحش. انت مش مجرب ولا ايه؟ ايوه بصراحه يا متر، هو ورا القضيه كله كان عند محامي تاني. هي كانت عند الدكتور نادر عالم الدين، بس هو عنده ظروف فاحنا قلنا نلجا لمحامي تاني. انا محترم وقدر صراحتكم، بس دي قضيه صعبه، انا محتاج شويه وقت عشان ادرسها وارد عليكم هقبلها ولا لا. بس يعني كده حضرتك هتاخرنا. انتوا عارفين ده موسم قضايا الكبار اللي في البلد، واحنا كلنا خمس محامين اللي القضايا اللي من النوع ده بتروح لهم، فالدنيا زحمه شويه. طب يعني ممكن حضرتك تحدد لنا ميعاد؟ لو كنت هقبلها ممكن اتاخر شويه، ولو مش هقدر هتلاقوني برد عليكم بسرعه، وخصوصا انكم تاخرتوا على ما جيتولي، والحكم ضد المتهمه هيصدر قريب. احنا متشكرين قوي يا استاذ، عن اذنك. خلاص يا عم وهدان، اخوك طاعون خارج كبدك تحت جناحه وبعونه هم الجوز. جاك طاعون ياض يا نسر، ياض ده انتوا ولادي اللي ما لمستش امهم، هي بس المصلحه رشقت علينا، جت كده نقول لها لا؟ طب بس رشقت على الضيق، دب ايدك ووسعها شويه، ده احنا عشره الايام والليالي السودا سوا. طب بس انت اعطيني بعد الوقت وانا وسعها عشان انت والنسر ما تزعلوش. انت ياض قاعد بتنبر لي زي ما كنت اشتغلت في كارفور. ياض عشت الليل مع الاشكال الوسخه دي ما تلزش، وفلوسها شاربه سبيرتو لما عميانه بتطير زي النسر. يا نسر
قدام. يا ريت عملي لسه. ايوه يا نوال. ايه يا واد الدخله الناشفه دي؟ وحشتني. ملياش حق توحشني يعني، ده احنا كنا ولا المتجوزين. هاتي من الاخر وارمي اللي في بطنك يا نوال. عاوزه ايه؟ عاوز منك ايه يا هيم؟ ولا عوزت منك ايه يعني قبل كده؟ وحشتني، عاوز اشوفك. وانت ما وحشتنيش، ولو في خراب في دنيتي هيبقى من تحت راسك انت. جرى ايه يا هيمه؟ هو انا كفرت يعني اني بحبك ولا كفرت؟ سلام يا نوال، انا مش فاضيلك. سلام. ومش فاضيلي ليه؟ وراك ايه يعني اهم مني؟ قلت لي عاوزه اقابلك وانا قلت لا. هنحكي في ايه تاني؟ وانا احكي معاك ليه؟ انا اقوم افتح باب الشقه واخبط على كوريا واحكي معاها واقول لها انك كدبت عليها في حكايه الفرح والهدوم اللي انت مستلفها، وانك كل ليله بتطلع تتسحب وما بتجيش غير وش الصبح وشمس ربنا منوره. يعني ايه يا نوال؟ يعني تتعادل معايا وانت بتكلمني. انا هشوف كده سلومه دنيته ايه وهكلمك وانزل اقابلك. امين امين. ايوه كده. يا نار اسود، كل دي مسجات وانا في الموبايل. ابو طالب ابو طالب ابو طالب ابو طالب، انت مجنون. دينا 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 دينا. ساره كده كتير قوي، يلا بقى. سارة بتعملي ايه يا سارة؟ سارة سارة بتعملي ايه؟ افتحي يا سارة. سارة هو انت ما فتحتش ليه؟ افتحي له، انا عارف مين. وين مروان؟ مروان وينك؟ ايه؟ ايه في ايه يا شيخ جاسم؟ مروان وينك؟ اهو. اهلا وسهلا يا مروان. اسمع، انا عرفت انك انت اكبر نصاب عرفته بحياتي، وانت منحاش من مصر لان عندك قضيه نصب. اسمع، ترجع الاثنين مليون يورو مالوتي ولا خليك جده هامده هني؟ اهدى بس يا شيخ جاسم. وخري انت الثانيه. اهدى اهدى بس يا شيخ. اهدى جاسم. اهدى، حرام عليك. كفايه من ساعه ما عرفت موضوع السفينه وغرقها ده وانا بتقطع من جوه. اسمع، انت فاكرني انا اهبل ولا برياله؟ اي مركب اللي غرق واي سكر اللي داب؟ مثل ما قلت لك تدفع لي فلوس ال 2 مليون يورو ولا افرغ المسدس هذا براسك؟ اهدى بس، اهدى وتعالى اقعد. اهدى. وبعدين انا مش فاهم يعني لما يكون ملياردير زيك يضيع نفسه عشان مبلغ تافه زي ده، وانا ان كان عليا انا عايزك تضربني بالنار وتموتني وتخلصني من التقطيع اللي جوايا ده. بس اعمل ايه؟ المكان كله مليان كاميرات، يعني اي حاجه انت هتعملها توصل للامن على طول. اهدى بس، اهدى اهدى وتعالى اقعد. تعالى اقعد. ما تفهمنيش انت بتسوي يا علمني. تعال اقعد وانا هعلمك. تعال اقعد يا نجوان. اتفضل اتفضل يا شيخ جاسم. اعمل لنا كاسين بسرعه، خلي الشيخ جاسم يروق. تعال بس تعال. انا عينيا للشيخ جاسم طبعا، بس مش عارفه ليه هو النهارده عصبي كده شويه. هو شكله قلبه ضعيف ومش قد التجاره. بس بس يا نجوان. لا 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 لا، ما تقوليش كده. مش معنى ان الشيخ جاسم خسر صفقه يبقى قلبه ضعيف، ما هو برضه كسبنا واحنا معرفتنا ملايين. انا عندي افكار لا يمكن تخسر ولا يمكن تعرف غرق ولا بحر ولا الكلام ده خالص. طيب ما تفهمني، فهمني يا فلتة زمانك. مقبولة منك يا شيخ جاسم. عارف تجارة الأفكار دي أنجح تجارة على مستوى العالم. ليه؟ لأنها لا هتحمض ولا هتفسد ولا هتعطل ولا أي حاجة خالص. وبعدين فهمني، مو فاهم شيء أنا. هفهمك، بس شيل المسدس ده وخليك راجل مؤمن وقول إنا لله وإنا إليه راجعون، واللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها. آمين آمين. نور الدنيا كلها يا شيخ. كاسك. شكرا. اتفضل. شكرا. خد يا حبيبي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يلا يلا، شط واحد شط واحد. ها بالهنا. الله يهنيك، تسلم ايدك. منور منور يا شيخ جاسم. يلا يا نجوان كاستاني بسرعة. شكرا. أنا عارف إنك مستغربة المكان هنا شوية،
يعني اكيد عشت بره مصر ومش واخد على الاماكن هنا، بس صدقيني المكان هنا لطيف قوي، انا باجي كتير انا واحد صاحبي. لا المكان فعلا لطيف حلو قوي. بقول لك ايه، انا مش عايزك تتوتري من وجودي، يعني اعتبريني يا ستي مش موجود خالص، او ما اقعد على ترابيزه تانية ولا ايه؟ لا لا ازاي، لا لا مفيش حاجه خلاص. يخرب بيتك، يا ريتني جبت سيرة مليون جنيه، ده انا لسه ما خلصتش الجمله. حبيبي انا قلت اطمن عليك، عامل ايه مع الموزه البلدي بتاعتك؟ بتحترم نفسك بقى، وبعدين مش وقتك، اقفل يلا دلوقتي. مش وقت ايه، انا بتاع كل الاوقات، انا جنبك اساسا وداخل عليك، اطلب لي اكل معاك. ما تستعبطش، مفيش الكلام ده، وحياه امي جايلك. سلام. معلش يا ستي، واحد صاحبي مجنون شويه. المهم انت عامله ايه؟ كويسه قوي كويسه. طب قولي لي بقى، تحبي اكلمك انا عن نفسي ولا تكلميني انت عن نفسك؟ لا ابتدي انت الاول. لا سامعك. انا اسمي علاء عبد الحميد وبشتغل ضابط مباحث. لو سالتيني ايه اكتر مهنه بتكرهها في الدنيا هقول لك هي شغلانه المباحث. ازاي يعني؟ والدي كان لواء شرطه متقاعد، كان مرشح يبقى وزير داخليه، وكان وقته كله للشغل، وطبعا بقى بقيت السيناريو انت عارفاه، اجبرني ان انا ادخل كليه الشرطه، ولما لقيت نفسي دخلتها قلت خلاص ما بديهاش، نشتغل بقى ما دام دخلنا. لو عايزه ترد رد. لا لا مش مشكله، اتفضل كمل بسمعك. بس يا ستي وانا ما اعرفش ابقى في حاجه وما بقاش شاطر فيها، انا اصلا داخل شرطه ب 96%. امال انت كنت عايز تبقى ايه؟ مش هتضحكي انا قلت لك؟ لا مش هضحك. واضحكي فنان تشكيلي. مش قلت لك هتضحكي؟ لا مش قصدي، معلش بس يعني مش لايقه خالص على شغلانتك. ده انا عندي كمان المرسم بتاعي وخدت جوائز كتير قبل كده، بس طبعا الجماعه التشكيليين بقى ما بيقبلونيش، يعني بيشوفوني كده ان انا برسم على سبيل الوجاهه. طبعا تلاقيهم بيقولوا من ورا ظهري ده ظابط، ده ماله مال الفن والرسم. ما هو المشكله ان حتى الفنانين المثقفين المفروض يكونوا سابقين المجتمع بيفكروا بنفس الطريقه. في ايه، مالك بتبص لي كده ليه؟ لا ابدا مستغرب طريقه تفكيرك، اصل ده كلامي بالظبط. لو عايزه ترد رد. لا لا مش مشكله، اتفضل كمل بسمعك. بس يا ستي وانا ما اعرفش ابقى في حاجه وما بقاش شاطر فيها، انا اصلا داخل شرطه ب 96%. امال انت كنت عايز تبقى ايه؟ مش هتضحكي انا قلت لك؟ لا مش هضحك. واضحكي فنان تشكيلي. مش قلت لك هتضحكي؟ لا مش قصدي، معلش بس يعني مش لايقه خالص على شغلانتك. ده انا عندي كمان المرسم بتاعي وخدت جوائز كتير قبل كده، بس طبعا الجماعه التشكيليين بقى ما بيقبلونيش، يعني بيشوفوني كده ان انا برسم على سبيل الوجاهه. طبعا تلاقيهم بيقولوا من ورا ظهري ده ظابط، ده ماله مال الفن والرسم. ما هو المشكله ان حتى الفنانين المثقفين المفروض يكونوا سابقين المجتمع بيفكروا بنفس الطريقه. في ايه، مالك بتبص لي كده ليه؟ لا ابدا مستغرب طريقه تفكيرك، اصل ده كلامي بالظبط. معلش عن اذنك انا مضطره امشي. طب استني هوصلك. لا 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 خليك انت، انا هاخد تاكسي ما تتعبش نفسك. لا تاكسي ايه، ما انا بقول لك هوصلك. اطمن انا همشي لوحدي عن اذنك. لولو. اوكي براحتك. لا واو جامده، شكلها هتلففك حوالين نفسك. جرعه كوكايين زياده، بس الحمد لله ربنا سترها. انا ما رضيتش ابلغ الشرطه، بس حاولوا تعالجوها. اكيد يا دكتور، مش هنسيبها كده. انا عارف حضرتك، انت تقريبا المحامي نادر عالم الدين، صح؟ صح. انا دايما بتابع برامج حضرتك في التلفزيون. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. حضرتك طبعا عارف خطوره حاله الانسه، ايا كانت علاقتك بيها ما ينفعش تسيبها كده. اوعدك هنتصرف يا دكتور. مالك يا كوريا؟ مش مظبوطة ليه؟ انت ما بقتش عايزني يا ابراهيم؟ ما بقتش عايزك ازاي؟ والله ما اعرفش، شوف انت ايه؟ خلاص؟ اللعبة البلاستيك اللي كنت شبطان فيها وعايز تمسكها بإيدك ادمت وبقيت عايز لعبة جديدة؟ زهقت ايه ولعبة ايه؟ انا كبرت على الهبل ده يا استا كوريا. انت كبرت عليا انا يا كبداكي، نفسيتك عالية وبقيت باصص لفوق، بقيت عايز لعبة أغلى وأكبر من اللي في إيدك.
بقيت مسترخصني لكني عرفت تقولها هي مرميه وقت ما عاوز ارجع لها تاني هتروح فين يعني؟ انت مالك يا كوريا قلبها الشهد والدموع كده ليه؟ هو مين اللي لعبه في ايد مين؟ ده انت ولا اللي ربطاني بحبل وماسكه اخره في ايدك يا كوريا، لا عارف اروح يمين ولا شمال، ايه اللي مضايق؟ اه هي دي الفايده بقى. تمام زهقت مني يعني. ماشي سبحان الله، مع ان زمان الحبل اللي بتتكلم عليه ده كنت بتتعايق بيه قدام العيال في الحاره، عيل جديد ولسه جاي الحاره من بلدهم وخطبت كوريا، كوريا اللي محدش استجرى يرفع عينه فيها وبالله صباح الفل. بقول لك ايه يا كوريا، انا مش فايق للخناق ده، واحنا خارجين عشان نتخانق بعد كده لما تعودي نخرج عشان نتخانق قولي لي يا هيما تعالى نخرج نتخانق. ماشي حاضر يا هيما. عموما انا خلاص دفعت الفلوس بتاعت سلومه اللي كانت معطلانا عن الجواز، وانت عارفني لا عايزه شبكه ولا مهر ولا فرح ولا حاجه تكلف نص جنيه فضل. انا عايزه اتجوز الشهر الجاي يا هيما. امين نتجوز يا كبدكي؟ نتجوز نتجوز يا كوريا، وانا بديك الساعه بس مش على طول كده، ده موضوع طويل عريض ومحتاج ترتيبات وقصص ومواويل. لا ليه؟ لا ترتيبات ولا حوارات، انا سيدي راضيه. ها اه ولا لا؟ مالك يا كوريا؟ ايه القفش ده؟ انت عامله كده ليه؟ بقول لك ايه يا هيما، لو مش هتنجز في حوار الجواز ده يبقى انا من طريق وانت من طريق، تمام؟ مات الكلام. هي حلوة وهادية وبتتكلم زي أي واحدة مثقفة، بصراحة مفيهاش عيب غير موضوع العباية ده، ودي سهلة ممكن تقلعها وتبقى تلبس أي حاجة تانية، بس هو اسم جمالات ده بصراحة مش راكب عليها. يا عم لو على اسم غير ولا المشكلة مش في الاسم، المشكلة في المنطقة. احنا مينفعش على بيه ابن عبد الحميد باشا اللي كان بيهز الداخلية يصوم يصوم ويفطر على بطن البقرة، متبقاش قوي كده برضه قالوا له. يا عم يعني احنا خدنا ايه من البنات الكلاس يعني؟ خدناش منهم غير وجع القلب والقرف. خلينا نجرب البنات ولاد البلد كده يمكن نرتاح معاهم. سيبك مني انا، انت عملت ايه في موضوعك؟ ظبطت الكلام مع المحامي ده ولا ايه؟ شغال. اسماعيل بيه بقى عرفني، كل شويه هسحب القضيه منك هسحب القضيه منك. ما يسحبها يا عم يورينا هو الخبره ويقبض عليهم هو. بس انا برضه عامل اللي عليا وشغال. قفشت بنت مدمنه على علاقه بالواد المحامي، زقتها عليه، وهي دي اللي هتجيب من الاخر. ده انتوا شغلكوا شغل رخيص. يا عم قلت لك خدني معاك في الانتخه اللي انتوا فيها دي، بقى بالذمه كل ده في قضيه واحده؟ طب تعالى معانا الاسم كده، هتلاقي لك هناك مثلا ثلاث قضايا قتل على 10 نصب على 15 سرقه، مش بعيد كمان 34 مخدرات. لا يا عم انا كده تمام، ربنا يبارك لك في اللي عندك. لا صحيح يا حبيبي. هي حكايه تجاره الافكار دي اللي شرحتها لجاسم حقيقيه؟ مفيش حاجه اسمها كده. طب والله العظيم انا صدقت وعجبتني. يا حبيبتي ما انت لازم تصدقي، عشان انت لو ما صدقتيش هو مش هيصدق. بس هو الراجل ده ايه؟ ده لسه الاتنين مليون يورو اللي خسرهم معاك ما بيردوش، وعرف ان انت مطلوب في مصر ولسه بيتفق معاك تاني لو رجع لليونان هتشتغلوا مع بعض. يا حبيبتي هو مش راجل عبيط، هو انسان عادي، انا اللي انسان مش عادي، عشان كده انا لازم اكسب وهو لازم يخسر. بس انا لسه برضو ما فهمتش انت عملت ايه بالظبط. انا هفهمك عشان اكسب فيكي ثواب. طيب قول. انا اشتريت شحنة سكر 3 مليون يورو. قمت رايح بايعها للشيخ قاسم ب 2 مليون يورو بالشحن والنقل. هو طبعا افتكر وضربني على قفايا. قمت رايح لشركه التامين مأمن على الشحنه بنفس ثمنها الحقيقي 3 مليون يورو. قامت المركب محمله وماشيه في الميه لغايه ما وصلت للمياه الدوليه. قامت جايه مركب ثانيه تبعنا، شلنا السكر من هنا حطيناه هنا وقمنا مرجعينه لاصحابه. واخدين منهم كام؟ 2.5 مليون يورو بدل 3، وقلنا ان السكر غرق. طب وبعدين؟ ما هو المركب اللي شالت السكر ما غرقتش ولسه موجود. ما احنا قبجنا الراجل صاحب المركب ده بنص مليون يورو، فقال ايه بقى؟ قال ان المركب كانت معرضه للغرق فاضطر يرمي السكر في الميه عشان المركب ما تغرقش. يا ابني ايه؟ خدي عندك بقى. قلنا مسكين علب السكر الفاضية ورميناها في المية، وقلنا اللي مش هيصدق يشرب من البحر هيلاقيها مسكرة. يا لهوي عليك يا مروان، يعني انت اخدت 2 مليون يورو من عند جاسم ومن التأمين 3 مليون يورو ودفعت بس نص مليون لصاحب السكر ونص مليون لصاحب المركب. يعني انت طلعت من الموضوع ده كله بأربعة مليون يورو مقفولين بالأستك. الحمد لله ان انا معاك مش ضدك ولا كنت ضحكت عليا، بس انت حبيبي وجايب لي خاتم بمليون يورو ملوش مثيل في العالم ده كله. انا بحبك قوي. وانا كمان بحبك يا حبيبتي. انت مش تستاهلي خاتم بس، انت تستاهلي المظات الدنيا بحالها. انت ورق العنب ولا انت يا نسبه نوال؟ قومي فزي
يا راجل انت ما تستبح على الصبح انت مفتح عينك تتشاكل هو انا نمت ولا عرفت انام انا طول الليل قاعده اقلبها بدماغي الست اللي تنام في فرش الجوزة وتقلب عليه الاغراب وتبتي السر وما بينهم ما تبقاش مراته وما تستاهلش العيش معاه يا دي النهار الازرق من اوله مالك يا سلومه سر ايه واغراب ايه انت اتهبلت يا راجل انت انا اتهبلت زمان لما اتجوزت وطنشت على كل اللي بتعمليه اقول معلش وليه غلبانه ربنا حرمها من الخلف ما يبقاش انت والزمن عليها لكن لما توصل بيك الحال انك تلفي على العماره كلها وتقولي للسكان ان المعلم سلومه صرف فلوسكم كده تبقى انت ماره ناقصه وعلى راي المثل بناقص الناقص انا مالي انا ما قلتش حاجه لا قلتي انت عارفه كل حاجه ايوه قلت هو انت لسه شفت حاجه دي نغزه صغيره كده بس ولو ما كتبتليش البيت ولا حتى نصه انا حوريك ايام اسود من نيتك السودا ايام ايه ولادي بنت خلاص ملكيش عيش معايا الراجل يا وليه يستحمل الوليه النكديه الوليه الكدابه الوليه اللي ايديها مخرومه لكن الوليه لمؤاخذه الخاينه ما يستحملهاش ده انا يا اخويا اللي مستحملك على عيبك وانت عارفه كويس يعني تحمد وتشكر مش تقول لي تستحمل وما تستحملش على العموم انا هعمل بقصل معك انا مش هكرش كده قدام الناس ولا ما يشواش لا سكت كده لم حاجتك يا بنت الناس اجيب الليل ملاقيش وكل اللي ليك عندي بشرع ربنا هديهولك على دير المليل يا اخويا روح اتنيل هو انت فيك غير لسان جاتك الهم والفقر والغم جاتك 60 نصيبة يا ولا لحس الشندوتش يا ولا بتغرقه ليه هو انت اللي هتاكله ياما المكسب حلو اهو ليه بس الافتيره الافتيره اللي انت بتعمله ده هو الله الشندوتش الكبده فيه مبظبظه هتفط منه حرام عليك اعمل لي شندوتشين عشان انا جعانه كده اهوت وطلع على لحم بطني يعني صباح الفل يا سوق صباح العسل يا احلى كوريا من ورانا ست الكل شكلك غزلتك رايق والله شارده وعمال ادور عليها تبقى على الرجاله مالك يا بنتي يا كوريا وشك اصفر كده ليه عامل زي اسهال العياه البيت راضي عليك ولا ايه ولا راضي ولا حاجه يا كوريا عماله تمرجحني شويه تطلعني فوق وشويه تنزلني لسابع ارض بس الحمد لله لسه متعلق وما وقعتش قلتم على وشي بقولك ايه يا سوق البت هاجر دي بت نظيفه وشبهك امسك فيها بايديك واسنان متبت فيها لغايه ما دراعي اتخدلت وسناني قربت تقع يا سلام انا همشي عشان انا بطني اتنفخت هتقول السندوتشات يا ولد خد يا عم الحساب فين حساب ايه يا اخويا الحساب يوم الحساب هات يا ولد اتفضلي اعمل لي يا ابني سندوتشين انا ما اكلتش من امبارح على لحم بطني عينيا عينيا احلى كوريا مالك يا اسطى في ايه والواد ايه ما مخبي اليومين دول يا سوق هو انا مخبي ولا حاجه هو بس ما بيجيش على العربيه عشان انت عارفه يعني بقى يتخني يعني ده انت غلبان يا سوق بيبان عليك ما بتعرفش تكذب في ايه بس يا اسطى ايه ما لايف على واحده جديده يا سوق اقول لك حاجه طب 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 والنعمه دي وحياه رب انا مش عارف ماشي صادق يا سوق بس برضك انت مخبي عليا حاجه وانا مش هدوس عليك عشان عارفه انك مش هتقض في صح سلام كوريا والسندوتشات انت بقيتي شطوره قوي يا سندوستي وانا بفكر من الشهر اللي جاي اعمل لك مرتب عشان انت بتتعبي معايا قوي يا ريت يا اختي يا ريت خليه مرتب كبير زي بتاع الحكومه حاضر تعرفي بقى انا اخلي لك المطرح ده يرقص راس كده طب بصي يا حبيبتي انا هشغل لك فيلم دلوقتي على الايباد هدوس لك بس بلاي وتقعدي تتفرجي عليه هيرد عليا يرد ادوس فيلم كده هنا اهو في ايه مالك عامله كده ليه هو انتي لو مقلقه في حاجه ناحيه خطيبك ولا جوزك بس مش عارفه تمسكيها في ايدك تعملي ايه مقلقه يعني ايه الواد هيما ده انا عجناه وخبزاه وقرياه اكتر من امه اللي خلفته وماتت والواد في وراه حوار كبير اليومين دول شكله عايز يبيعني عايز يفلفص ويخلع يخلع ما يخلع في 60 داهيه هو ده يتزعل عليه انا مش فاهمه طايقاه ازاي اصلا يو ما تحترمي نفسك يا بنت وتكلمي عادل ده مهما كان برضك خطيبي وهبقى في يوم من الايام جوزي وابو عيال وفرحانه قوي خطيبي وجوزي وابو عيالي هو ده منظره منظر جوز وابو عيال ده فالجر بس بقول لك ايه ما تخليش الفار يلعب في عيب اكتر ما هو لاعب
سيبك يا اختي من الخرط اللي بتقوليه ده وركزي معايا. مش انت يا اختي المتنوره المتعلمه بتاعه المدارس والجامعات؟ قولي لي بيقولوا ايه في الكتب الكبيره لما البنت من دول خطيبها يبقى هيشرد منها؟ بتعمل ايه؟ بترجعه ازاي؟ اللي زي ابراهيم الكتب تعلمك ازاي تهربي منه مش ازاي ترجعيه. تصدقي بالله انا غلطانه اني استعنتك واستعبرتك وجيت لك لغايه عندك عشان اسالك وادخلك في خصوصياتي. صحيح ما انا بسال مين؟ كان الحلو نفع نفسه. اوعي. ايه؟ انت ما نمتش ولا ايه؟ مطبق من امبارح. ايه اللي لاحس عقلك يا كبده؟ ولا لاحس ولا نيله، المهم الواحد ما ينامش في الشغل. طب انا جنبك هنا هنهي حوار مع بنت الكيبه دي واجي لك. قشطه. امن المنطقه. مش شغلتي بس عينيا. نعم يا نوال. ايه؟ هو انا معرفش اشوفك غير لما اقولك اني هقول للبرنسيسة على شغل الليل واخره. وايه تاني؟ كبي كده يا حبيبتي كل اللي في بطني. الله، انت بتكلمني كده ليه يا كبداكي؟ ان كنت نسيت اللي جرى هتبقى فاتر تنقرة. انا مش واحدة لا مؤاخذة تاخد منها غرضك وتقلبها في قرشيناتها وصيغاتها وتديها قفاك. لا يا حبيبي، انا مشيت معاك تتاتا عشان حبيتك، لكن انا واحدة بتسناس ومحترمة. لا وبصراحة مفيش انضف من كده. وايه كمان؟ تكونش فاكر لما تديني الوش المغبر ده هتخلص مني، تبقى عبيط. انا من السنترال يا اخويا تخش تعمل مكالمة وتمشي. لا سنترال يا نوال، ومدتك معايا خلصت. والطيب احسن من الوحش. وزي حبيبتي ما انا وانت دخلنا بالسرسبة هنخرج بالسرسبة، لا من شاف ولا من دير يا نوال. لا يا حبيبي، ده انا عامله زي الشوكه اللي ما تطلعش غير بالدم. انا بقى هقول لكوريا وفطمها على الليله كلها. انت غلبانه يا نوال، اوعى تكوني فاكره نفسك قرحه. انت يا بنت ما تجيش ضافر في كبداكي. اوعى تكوني فاكره ان انا خايف منك ونازل قبلك عشان موضوع هقول لكوريا والهبل ده. لا فوقي، ده انا راجل، ولو هتقولي لكوريا على اللي حصل هقلعها من رجلي اليمين زي ما قلعتك من الشمال، وعيش برنس. بس انت بقى هتعملي ايه يا ماما لما اقول لجوزك على علامات اللبس؟ وعدله الحسنات حسنه حسنه، واوصف له اوضه نومه والمله المكسوره، وغيره وغيره يا نوال. ما تلعبيش مع كبداك يا نوال، انت مش قد. يلا يا عم تعاون نجور من الحته الناكسه دي. ماشي يا اخويا، احاسب وحصلك. معلش يا ست نوال، ساعة شيطان ما تشيليش نفسك، هما الرجالة كده، جنس كلب. يسمعني حين يراكسني كلمات ليست كالكلمات، وبعد ما ينول مراده يخلع. بس بقى خلاص، لا أنا كده مش هبقى مطمن عليكي. بصي، هاتي رقم تليفونك هرنلك من عندي وأبقى أتكلم أطمن عليكي، ماشي؟ خلاص بقى. خد يا ست الناس، أنا ههبق وهبقى أكلمك أطمن. لا حول الله. ووشا ووشا نجوان، موبايلك بيرن، اديتي نمرتك لحد؟ نوجا مصر. الو، هو انت؟ امال فين البيت؟ انت ابو نجوان؟ ايوه ابو السيف. ابو نجوان اللي انت سيبتها اهلها وناسها وطفشت معاك وعايشه معاك في الحرام. انت ايه يا اخي؟ ما عندكش دم؟ انت مستخسر تبعت لنا شيلن؟ ده احنا بنكح جير. جاتك داهية فيك وفي اهلك. انا والله العظيم ما كلمت حد غيرهم. انا كنت بس بطمن والله، اصل ماما تعبانه. انا مش قلتلك ما تكلميش حد؟ ايوه. مش قلت ما تديش النمره لحد؟ ايوه. قلت ولا ما قلتش؟ ايوه. هتودينا في 60 داهية يا بنت الكلب. لا كفاية يا عمي، كفاية. هتودينا في 60 داهية.
انا خدت فكره سريعه عن القضيه. طيب وايه الاخبار بقى؟ طمنا. اكيد مش هقبلها. اكيد طبعا المحامي اللي يقبل قضيه زي دي يبقى بينتحر. ممكن حضرتك توضح لنا كلامك شويه؟ القضيه دي خسرانه. الحل الوحيد ان بنت حضرتك وجوزها يرجعوا الفلوس ويتصالحوا مع البنك. جرايه يا استاذ سمير، انت مكبر الموضوع ليه؟ ما انت ما خدت براءات في قضايا زي دي. يعني ما فيش حل تاني؟ طبعا في حل تاني. ايه؟ ان المتهمة تسلم نفسها ونحاول ناخد لها اقل عقوبة ممكنة، من 7 ل10 سنين. من 7 ل10؟ مفيش من 3 ل6؟ سلامتك يا ابو حسن دددا بالعين ومن حسد. سلامتك ابو حسن دددا بتمشي من حسد. انت مجنون، ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ ما انا لفيت عليك المستشفى كلها وفي الاخر تلاقيك في الاوضه دي. مش احنا قلنا مفيش مجال المستشفى تاني؟ يا ابله انا جاي قانوني ومعايا تسريح ومختوم ختم النسر ان اشوفك وقابلك وامسك ايديكي. اوعى كده. تصريح ايه ده؟ اهو يا ابله تكرر العلاج بتاع ام نجوان. ما انا بصراحه ابله بتلكك عشان اشوفك يعني. طب اوعى كده وريني التصريح ده. ايه ده؟ واحنا مش هنوديه سوا ولا ايه؟ ونوديه لها ليه؟ ما هي هتيجي تغسل هنا، وبعدين انا خدت تليفون جيرانها عشان ما اطلبهاش على تليفون جوزها. انا ابله كنت عامل حساب ان احنا نروح انا وانت يعني ونركب تاكس ونقسم الفلوس انا وانت يعني. تاكس؟ ما تبعزقش فلوسك يا استاذ، بشيلها الحاجه اهم، وبعدين امشي بقى عشان انا ورايا شغل. يا احلى منهم كلهم، اديني قلبك خدي قلبي. اديني قلبك. يا لهوي يا ابله. ايه ده؟ انت بتحببي هنا ايه يا وليه؟ انا مش قلت لك ارجع بالليل؟ ما شوفش خلقتك هنا تاني. اخفى من وشي دلوقتي يا سلومه، انا عفاريت الدنيا بتتنطط في وشي، مش مستحمله رزالتك. انا قلت لك مالكيش قاعد معايا هنا. الله، وعملت بس قلت لك اخرجي كده بامان الله بادب وكرامه بدل ما اطردك والم عليك الخلق. خلقي مين اللي اتفرجوا معايا يا راجل يا ناقص؟ بقى تفضحيني وتدعيني شويه السكان معفنين. انت وليا خاينه وتستاهلي قطع لسانك، وانا بقى هربيكي وعلمك الادب اللي اهلك ما علموكيش. انت هتمد ايدك عليا يا راجل يا ناقص؟ ده انا هشرب من دمك. خلي جيران الهنا ينفعوك يا دعم قلبك عليهم يا ولية. يا خاينه اطلع بره. اوعى يا راجل يا عره. اطلع بره. اوعى يا ولية. اطلع بره يا ولية. اطلع بره. تعمل ايه يا راجل يا مستعجل؟ انت سامعك موتة في ايه؟ ده يا راجل انت مش كفايه انها طلعت مره واحده في حياتها محترمه يا راجل انت؟ نعم انت طلقه، طلقه بالثلاثه وتحرمي عليا زي ام واختي وبنتي. لا اله الا الله يا راجل. معلش انا وقفت. معلش انا وقفت. معلش تعالي معايا. لو كان يستهلك والنبي لجوزك ست ايده. معلش يا حبيبتي. خش انا وقفت. معلش يا حبيبتي. مش هاتي لنا مسوك. يا بنتي ما انا داخله معاكوا يا بنتي. بتقفلي الباب في وشي يا مجرمه. السلام عليكم ورحمة الله. بابي وحشتني قوي يا بابي. وحشتني قوي يا بابي. انت اللي وحشتيني. ما انت زي الفل وزي القمر اهو. ما بتكلمنيش ليه؟ معلش يا بابي، كل مرة بيبقى في سبب. وبعدين كنت مستنية اروح بدري في مرة عشان اكلمك مكالمة طويلة. رجعنا زي زمان بقى ايام الشركة، بتقعدي بالشهر ما بتكلمنيش. ما انت عارف يا بابي، لما ببقى مشغولة مش بعرف اكلمك واحب فيك براحتي. وانا كده بطمن اكتر لما ما بترديش. قولي لي يا هايدي، اخبار المشروع ايه؟ ماشي كويس؟ مشروع مسميه ده مشروع؟ اه يا طارق ده مشروع وماشي كويس قوي. يا حاج يا عم الحاج. نعم. ينفع ان انا احج مع اللي بيحجوا في التلفزيون؟ والله يا ممكن، بس حسب نوع التلفزيون. بس انت مسموح لك تعملي اي حاجه. اهو قال لي ينفع. هايدي، المحامي اللي انا رحت له رفض القضيه، بس انا مش هسكت. انا كلمت 2 محاميين اكبر منه. ما تكلمش حد يا طارق، خلاص مفيش فايدة. ما بلاش التشاؤم ده يا هايدي. انت ما تكلمش الا ما اقولك، فاهم؟ مساء الخير. خد استوري نفسك. خدي ومعلش بقى خلاص، ما تقهريش في روحك كده خلاص. وايه اللي كان حصل عشان كل ده يعني؟ انا نوال الراجل الخسيس الندلي دوت يطلقني عشان قلت لام سوكا تقول لكم انه صرف فلوس تنكيس البيت. طب ما حركة ناقصة منك الصراحة. يو ما ينفعش تفضحي جوزك قدام الخلق كده. ايوه يا اختي، قولي انه كان معاه حق. ما انتي شمتانه فيا. هو انت كان يجي في احلامك اني اتزل كده ولا ترمي الرميه دي؟ ده انتي لولا الملامه عايزاني اطلع من عندك وتعملي فرح. ماشي انا مش هرد عليكي، بس عشان ايه؟ عشان خاطر الظروف اللي فيها، عشان انتي في بيتك وكمان بتعايريني عشان بيتك وما بقاليش بيت. يا وليه خلي عند اهلك دم، ده لسه الحاكم تحت ايد الراجل. جاتك البلا. بقولك ايه؟ عاوزه ايه؟
محصوره وعايزه اخش الكبانيه. يو النقله دي؟ قومي يا اختي، ده حرم جنيه. اتفضل بيتك بتعايريني. انحصرتي من فكيتها بعيده. والله لا افرغك يا قاريه. بدأت تندع يا بنات. ألو بنت حلال مصفي، ده أنا كنت هكلمك أطمن عليكي، بس قلت أسيبك كده يومين مع نفسك. أنا سلمك يا رشا ومش عارفة أعمل إيه ولا أروح فين. بردك ده كلام تقوليه يا ست نوال، جكتعون. إن كنت تريدين السكنة أزبط لك أي مكنة، وإحنا مش رجالة نسد برضو ولا إيه؟ بس أنا خايفة حد يعرف. عيب عليكي، تعون بيري الأسرار الذي بلا قرار. طيب أنا هنزل دلوقتي. وأنا هجيلك في المكان اللي جنب القهوة ساعة ما اتكلمنا آخر مرة، نفس المكان اللي كان لمؤاخذة بيجمعنا سوا، وأول ما وصلك هاخدك ونحل المشكل سوا. شكلهم غريب قوي قرايب جوزك دول. ليه بس؟ دول ناس طيبين قوي في منتهى الذوق، يا ريت كل الناس زيهم، إيه الغريب فيهم بس؟ أنا ما أقصدش حاجة، بس لغتهم غريبة كده وهيئتهم كمان، وبعدين مشوا على طول كده. ما هم تلاقيهم عشان مش عارفينك فمش عايزين يحرجونا يعني، فعشان كده مشوا. ربنا يخليهم لك مدام بتحبيهم. يا رب. مستعجلة انت اول مره اللي فاتت. ما هو زي ما انت شايف انا لوحدي هنا في المحل، فلما بمشي بضطر اقفله خالص، فعشان كده. بس اقولك على حاجه، انا كنت مبسوط قوي بالشويه اللي قعدناهم دول صراحه. وانا بجد، بس انا عايز اسالك سؤال. قولي. يعني انت اكيد شفت وقابلت بنات كتير، ايه اللي مخليك مصر عايز تشوفني وتقابلني؟ انت عايزه الصراحه؟ انا نفسي مش عارف، بس في حاجه غريبه بتشدني ليكي. كل ما احاول اشغل نفسي باي حاجه يعني برضو بفكر فيك وعايز اشوفك. عندكش تفسير بقى للحالة دي؟ انا بموت في ضحكتك دي. طب بس عشان انا بتكسف قولي بقى، انت جاي بس عشان تقول الكلمتين دول؟ وانا بصراحة كل مرة ببقى جاي عشانك، بس ببقى محضر سبب كده، اي كلام تلكيكة يعني، عشان لما نزنق اقولها على طول. طيب والتلكيكة ايه المرة دي؟ الوقت ده اللي كان جاي له استدعاء النيابة، خطيب قريبتك هيمة إبراهيم. مال الواد ده؟ شمال وسكته مش سالكة، بعدين ما عارفه كلهم مسجلين، بعدين مش شبهك ولا شبه قريبتك، وهي بنت جدعة ونظيفة وبنت بلد، فقلت يعني أقولك عشان تقولي لها تبعد عنه وتشوف حد تاني أحسن. بتحبه؟ يا ستي أنا مؤمن جدا بالحب، بس برضه الحب لازم يكون للإنسان الصح. يعني ما ينفعش أنا أشوف واحدة مثلا مسجلة ولا محكوم عليها بعشرة 15 سنة وأحبها، ده ما يبقاش اسمه حب، ده يبقى اسمه عبط. بتعملي ايه؟ مالكش دعوة بيا. بتعملي ايه؟ خلاصي. بقول لك مالكش دعوة بيا، انت ما اشتريتنيش على فكرة. مين اللي قال؟ انا اللي قلت. خلاص بقى ما تزعليش. انا كنت متقل حبتين. خلاص. بعدين انا لما شفت النمرة بتاعت مصر انا ما خفتش على نفسي. أنا خفت عليك أنت. أنا لو جرالي حاجة أنت هتعملي إيه من غيري؟ هتبقي لوحدك. شفت بقى أنا خايف عليك قد إيه؟ وبحبك قد إيه؟ بس ما تزعليش عشان خاطري. هو أنت مش هتبطلي العيشة اللي أنت عايشاها دي ولا إيه؟ مفروض أعيش إزاي يعني؟ زيك كده؟ زي؟ هو محدش عايش في الدنيا دي غيري أنا وإنتي؟ يا إما تعيشي زيي يا إما تعيشي زي ما إنتي عايشة كده؟ بقولك إيه؟ خلينا حلوين كده مع بعض وبلاش جو النصايح ده، عشان بقى قديم قوي بصراحة وعمره ما جاب همه. ده ياسر الظابط. ردي عليه، ردي عليه وقولي له زي ما اتفقنا بالظبط. ألو؟ أي ياسر بيه؟ بص أنا هكلمك بسرعة عشان ممكن يخرج في أي لحظة. هو ما بيعملش حاجة غريبة، بيبقى قاعد كتير على الآيفون وبيلعب جيمز، بيكلم واحد اسمه أبو طالب بيه وبيقول قضية وأسامي زي هايدي ومروان.
لا ما اعرفش بالظبط تفاصيل المكالمات. طيب اوكي حاضر هعرف اقول لك. اوكي حاضر حاضر ماشي باي. قفلت. قالك ايه؟ عايز يعرف تفاصيل المكالمات بالحرف اكنه هو اللي بيسمعك. قلت له حاضر. انسان غبي وتافه. هو مش كفايه بقى الزفت ده؟ برافو عليك. رميتهم؟ تصدق انا كده هبطل؟ قد ايه الحل ده كان غايب عني وكنت محتاجه واحد زيك يجي عشان يرميه من قدامي ويفوقني. يا ابني الحوار اكبر من كده بكتير، اكبر منك انت شخصيا. ساره انت مفيش فايده فيكي. انا هقوم اوضب شنطتي عشان نرجع مصر. انتصار انت يا زفت انتصار. انت هتفضلي عدالي كده زي الكلب الاخرس اللي لا بينبح ولا بيخرب النجاسه؟ يا انتصار. ايوه يا اخويا. حضري لي لقمه اطفاها واغسلي مواعين المطبخ اللي عفنت دي وضربت ريحه الشقه بدل ما انت قاعده كده لا شغله ولا مشغاله. حاضر يا اخويا. شوفي يا اختي مين اللي بيخبط. حاضر يا اللي بتخبط. ابو طالب بيه؟ السلام عليكم. كده كله تمام يا ست هايتي. ميرسي بجد يا استا شكري، تعبتك معايا. ما تقوليش الكلام ده، احنا خدامينك يا ست الكل. طب انا هدخل اقفل واصحي سندس ونطلع ننام، انا تعبت بجد من السهر النهارده. والله كتر الف خيرك، بتخرجيها من البيت بدل الخنقه، لازم تشم شويه هوا، وبسم الله ما شاء الله، دلوقتي بتفهم زي وزيك. طبعا اذنك. ربنا يسعدك، ربنا يسعدك، مع الف سلام، مع السلامه. انت فين يا راجل يا طيب؟ بقالي فترة من الزمان مستنيك تهل في الحارة. شيخ ناصر ازيك اخبارك؟ وحشتني والله. معلش شوية مشغولات كده. عامل ايه؟ كيفك؟ تمام؟ تمام الحمد لله. سلام. عاوز ايه يا شيخ ناصر؟ في حاجة؟ كل خير ان شاء الله. انا كنت عايز اكلمك في موضوع كده يا اخ شكري. امرنا يا سيدنا، انا خدامك. الامر لله. انا كنت طالب القرب منك على سنة الله ورسوله. ايه ده؟ عايز تتجوز سندس؟ لا 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 لا، انا كنت طالب القرب منك في بنت اختك الست جمالات. هو ده انت حفوده؟ هو ده؟ هو ده؟ يا ابني اللذينه كل ما اهرب منك، يا ابني اللذينه عايز كل ما اهرب منك. ما تفكرش انك تعجبني، ما تفكرش انك تعجبني، بس واحدة واحدة عليا. أصل انت كل بقول لك قلتلك نجس. هو ده انت حفوده؟ هو ده؟ هو ده يا ابني اللذينة كل ما اهرب منك، يا ابني اللذينة عايز كل ما اهرب منك. ما تفكرش انك تعجبني، ما تفكرش انك تعجبني، بس واحدة واحدة عليا. اصل انت كل نجس. قلت يا بنت وليت علي معاك. مش خارجه، انت بتقطع اسنان يا ابراهيم. انت طلعت زباله. بتقول علي ان هو الرخيص ده، انت طلعت ارخص منك. يلا يا زباله. جودك اللي اعرف وعمرك ما هتندف. اوعى اهدى شويه. خلاص يا سلسه معلش احنا اسفين. هيصوا يا جماعه، هيصوا انبسطوا. يلا يا شوشو اشتغلي، يلا يا اسنان اسغني. هيصوا يا جماعه. ايه يا ابراهيم؟ بقول لك ايه يا جدعان؟
شكلك كده حواراتك ومشاكلك بقت كتير. انا مش عايز لبس يا دارة. دي بنت لازقه ورامية جبتها عليا. انا اسف مش هتحصل تاني والله ما هتتكرر تاني. لا 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 خلاص انا مش هتعمل الشغل ده. معلش يا دارة سماح لكسات اكل ودين بس هيما مسيطر واللي جوه الشغل مش هيخش على اللي بره تاني. ولا هي هيما؟ صح سامع سامع. يلا اتفضل شوف شغلك. شوف شغلك يلا من هنا يا ياد. ركز ياد يلا. نزل الخرابة دي في ريحة منيلة طلع. نزل ووطي التي في. اوطي الايه؟ وطي التلفزيون. ده امان ليا وليك يا سعادة الباشا عشان الولية اللي جوه دي ما تسمعش اي حاجة. انت مش قلت انها ما بتتحركش؟ ما بتتحركش بس ودانها زي الكلب البوليسي بتسمع دبة النملة. تفضل ادي 5000 جنيه اهو. فين بقى الورقة اللي قلت عليها ان فيها معلومات تفيد هايدي في القضية؟ 5000 جنيه ايه يا سعادة الباشا؟ الولية عندها فشل كلوي بتغسل ب10000 جنيه في الشهر. بتغسل ايه ده؟ انت معفن. والله والله ما كنت هتنازل عن 100000 جنيه بس لولا مجيتك. اتفضل يا سيدي ادي 5 تاني اهو. فين بقى الورقة؟ شوف يا سعادة الباشا الفلوس دي علشان اقول لك الورقه فيها ايه، لكن الورقه نفسها عشان اديها لك لازم تديني 5 مليون لحلوح ما يقلوش لحلوح. طيب يا سيدي هات الورقه اشوف اللي فيها ايه وخد الورقه. مش عاوزها. الورقه اهي فيها عنوان نجوان بنتي ومروان بالتفصيل الشارع والعماره والشقه. لا اللحليح الاول. حاجه غريبه. الشيخ ناصر عاوز يضمك لحريمه زي حريم السلطان كده. شفت انا رديت عليه ازاي؟ ما شاء الله عليكي رد معتبر. الرد ده بيسموه رد دبلوماسي. رفضتيه من غير ما تحرجيه. رفضت مين يا ماكوس؟ مش مهم يا سندس بعدين. البت كوريا اول مره اتاخر كده بالليل. بتصل بيها بالتليفون ما بتردش. قلبي وكني عليها. هنزل ادور عليها واول ما تاجي بيطمنيني بالتليفون. مش هتوكلني الزبادي؟ هتاكلك. اكليه. انا اللي هاكلك يا سندس. تعال يلا بالهنا والشفا. هتودينا زور النبي؟ اوعدك يا سندس اول ما اخلص من اللي انا فيه هاخدك ونروح ونعمل عمره مع بعض هناك. هناك عند النبي. قولي والنبي. والنبي يا سندس. انت كدابه يا اختي وبياعه الكلام. هوديكي وهتشوفي. كل انت بس وادعي لي يا سندس. لا يا رب. مالك يا بنت؟ في ايه؟ ايه يا كوريا في ايه؟ قلقتيني عليك. انت كنت فين؟ خالك لسه نازل يدور عليكي. انت بتعيطي في ايه؟ مالك؟ ابراهيم تاني. ابراهيم ماله؟ خدت تاكسي ومشيت وراه لقيته بيشتغل في كباريه. كباريه؟ مرة. إبراهيم ده مش مظبوط، مش مريح، مريب كده يعني. ده حتى علاء قال إن سكته كلها غلط ومش تمام. بصراحة هو قال إنك لازم تفسخي خطوبتك منه. يا ما حذرت. قلت له يا هيما بلاش، يا هيما هتزعل مني. كبدك فاضل لك مرة. مفيش، كأني بكلم نفسي بالظبط. معلش، كويس إنك كشفتي على حقيقته. ممكن تلاقي 100 واحد تحبيه أحسن منه. أنا الغلطانة. أنا كل مرة كنت بوتر بنفسي 100 جزمة وبعدين أرجع أقول معلش يا بنت أنتي بتحبيه. معلش يا بنت كلنا بنغلط. مفيش فايدة. معلش يا كوريا معلش. هما الرجالة كلهم كده. بس والله علاء كان عنده حق. ظابط قدر يعني يقراه ويفهمه. هما الصباط برضو ليهم نظرة في الناس مختلفة غيرنا ما شاء الله عليه. ظابط ايه وزفت ايه؟ هو انا ناقصاكي ولا ناقصة ظابط بتاعك؟ بقولك ايه؟ انت عبر. انا مش عايزاك. انا عايز اقعد بطول. تعرفي يا كوريا انت تستاهلي اللي بيعملوا فيك ابراهيم. بس انا هعمل باصلي. هكلم خالك وهطمنه عليك. انا الحق علي ان انا قلقت عليك. خليك يا شيخ روحي كده. ماشي يا براهيم ماشي.
بتعملي لما ترجع؟ معرفش. طب رجعتنا ليه يعني؟ مش فارقة، هناك زي هنا بالظبط. وانت فاكر ان انت لما ترجع مش هتلاقي نفسك هناك مثلا؟ مش هتلاقي نادر قاعد مستنيك؟ يا ابني الواحد ممكن يهرب من اي حد ومن اي حاجة، كان يهرب من نفسه ازاي بقى؟ بقولك يا سارة، ما تنامي احسن، بطلي بقى الحركات بتاعتك دي، عملالي عقلة وفيلسوفة وكل ده عشان مش عايزة تحس ان حياتك تافهة. علمك بقى حياتك تافهة وهتفضل تافهة. على فكرة انا حياتي مش تافهة خالص، على الاقل ما بهربش من نفسي. لا ده انا بقعد معاها وبنتكلم وبنتحاسب يا نادر، ومتفقين على كل حاجة انا بعملها. يا دي يا سكة يا ولا قوم يا ولا. طيب عادي يا عم، يا خرابي يا ابراهيم، يا خرابي. انت اللي قلت الكوريا اللي شغال في الكباريه، وانت شغال في الكباريه يا ابراهيم، انت هتعبيهم وتعبيهم لي ياض، وانا اللي مديك عربيتي بتستهدى منها. طب بس استهدى بالله، ايه دخل العربيه في الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ده شيطان ودخل بينكم يا قوم. والله العظيم يا كباكي ما قلت لها حاجه، ولا اعرف اصلا انت شغال في كباريه. كوريا اصلا حطاك في دماغها ومفكرك ان انت مرافق واحده، وانت عارف بقى كوريا لما بتحط واحد في دماغها. انت عارف بقى ابراهيم، والله العظيم ما قلت لها حاجه. يا اخوي استهدى بالله يا حبيبي، استهدى بالله، استهدى بالله، واسترجل كده يا واد. الله انت خايف منها ليه؟ هي مسكلك زله ولا حاجه؟ وبعدين انت راجل يا اخوي، تعمل عمتك وتلف عمتك، تشتغل بقى في كباريه، تشتغل في الاعاره، انت حر. استرجل وشكمها يا ولا. طيب يا ابراهيم، ده لو سكين على رقبتي يا جدع سرك يدفن معايا. يا سلام، هو ما قدرش على الحمار، هيدور على البردعة. نادر، الحمد لله على السلامة يا حبيبي، وحشتيني قوي. الله يسلمك. دستور دستور يا اهل الدار، صباح الفل يا ست نوال، يا رب تكوني ارتحتي وعرفتي تقعدي في فرشتنا المتواضعه. زي الفل يا ست عون، نعمه من عند ربنا. ده انا لولاك كان زماني مرميه في الشارع، كلاب السكك بتنهش في لحمي. يا ست نوال انت مش عارفه قيمه نفسك، انت ست محترمه اي وان، بس الدنيا هي اللي ملعبكه معاكي. بتفكريني بمدام فاتن ولا مؤاخذه حمامه في فيلم اريد حلا، وانا ما يرضينيش البهدله اللي انت فيها دي. روح يا شيخ، ربنا يكرمك ويفتحها في وشك. بصي بقى يا ستي، ربنا وحده هو اللي يعلم انت زي اختي، وانت ما شاء الله جمال وجسم ورسم وعود، ربنا يحميكي من الميكانيك. وعيون الناس بصاصه، وانا ما يرضينيش عيل خبق كده ولا خروق كده يلسن عليكي، يقولوا سابت بيت جوزها وقعدت بيت شاب اعسب مفتول العضلات، ولا مؤاخذه مسجل خطر وسمعته زي النيله. طب والعمل ايه؟ لا 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 لا، العينين الحلوه دي ما تعيطش، انا حجزتلك في بنسيون قريب كله حريم، ما بيعديش من جنبه دكر بط حتى، هتعيشي هناك معززه مكرمه، وانا هكفل بيكي من كفه شيء عشان تبقي بعيد عن ايد الرجاله ولسنه الخلق. وانا اللي قاعده عماله اقول طاعون ده صايع، لا مؤاخذه يعني، اكيد جايبك هنا عشان طمعان فيكي، وعماله اسال هيحاول امتى يجيب رجليكي. أتاريك أرجل من كل اللي عرفتهم في حياتي السودة. طب إيه رأيك بقى إن أنا خلصت الشغل ورحت مغير جري وجري عشان أجيب لك فطار، عارف إنك على لحم بطنك من امبارح. يلا بسم الله، شوية كباب وكفتة بس يستاهلوا فمك. كمان كباب وكفتة؟ ده لسه البلد فيها رجالة. ما شفتش مني لا، ربت تغني لا. إيه يا حبيبي؟ صح النوم؟ ده أنا قلت اعمل لي لقمة على السريع كده، وما رضيتش ازعجك عشان تعملي افطار. اقعدي 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 افطاري. انا مش عاوز افطر. بص بقى يا مروان، انا عاوزه فلوس اللي عندك، وبعدين انت ممكن تفهمني شايل الفلوس بتاعت الحاجات اللي احنا عملناها سوا عندك انت ليه؟ وانا سايبني كده عامله زي الشحاته. بس ما تقولي ازاي. يا حبيبتي انت تأمري وانا عليا التنفيذ، وبعدين في شعار في العالم دلوقتي بقول لك انسى الكاش، لازم تنسي الكاش خالص وتعاملي معايا على اني فيزا، اطلبي وانا اجيب لك. لا يا سيدي شكرا،
انا بقى فقريه عاوزه امسك الفلوس كده ورق واحسها واصرفها. ماشي يا فقريه ماشي. في 10000 دولار جوه في الدولاب، خش خديهم. 10000 دولار بس؟ ده غير سهره في مكان انا وانت الليله دي تحفه. طيب يبقى انت هتيجي معايا الاول المحل عشان انا شفت فستان هناك عجبني وعاوزه اخد رايك فيه. يا حبيبتي انت من احلى 10 اذواق في حياتي شفتهم، انت اختاري بس اللي انت عايزاه وانا اكيد هيعجبني لان الفكره عندي في الحشو في الحشو. الله، اقوم ما الحق اخد الفلوس احسن تغير رايك او تدخلني في عمليه من بتوعك وتخسرهم لي. اقوم ما الحق. دلوقتي الراجل معاه العنوان التفصيلي اللي مروان ونجوان قاعدين فيه. اشرب يا ابو زازه. لا دي قنينه انينا. مش ضروري يا بابي كل مره تفكرني ان مروان ونجوان دلوقتي مع بعض، انا هموت وافهم فيها ايه بس نجوان الزفت دي. بس عادي، هي الزباله ما بترميش غير مع الزباله اللي زيها. يا سلام، وكان حد قال لك تختاريه؟ خلونا في اللي احنا فيه. المهم لما نلاقي الزفت ده هنعمل ايه بيه بقى؟ هو حضرتك فعلا ناوي تدفع لهم 5 مليون جنيه؟ 5 مليون ايه؟ 5 مليون عفريت ينططوه. يا امي عفريت حبيبتي. لا يا روحي ما مش عفريت ولا حاجه، ده دي حاجه بتيجي اصرف. نو واي يا هايدي، بجد ايه الاسلوب والطريقه اللي انت بتتكلمي بيها دي؟ من عشر الام. لا طبعا مش هدفع له 5 مليون منين؟ انا حيلتي 5 مليون هم 50000 100000 اعقمهم له في ايده ويتفلق بيهم هو. المهم يا بابي هتعملوا ايه بالعنوان؟ هتروحوا يعني تضربوه وتتخانقوا معاه وتاخدوا منه الفلوس ولا ايه؟ مش مهم العنوان، المهم ان ناخده من الزفت ابو نجوان ونديه لنادر ونشوف نادر هيتصرف ازاي. نادر برضو يا عمي، نادر تاني. قلت لك 100 مره نادر ده انا اللي مربيه وانا واثق ان نادر هيعمل اللي في صالحنا احنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا 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 اهلا. صف الله العظيم، انا عاوز اقول حاجه. اتفضلي يا فندم اتفضلي. ايه حكايه اسم نجوان اللي منتشر على فجاه ده؟ كان في وليه غلبانه بتشتغل في المستشفى اللي كان فيها هما خطيب، قصدي براهيم، كانت بتلم الزباله وتمسح وكده، وكان برضك اسمها ام نجوان. انت مش امبارح طردتيني من اوضتك؟ بتحشري نفسك ليه في اللي مالكيش فيه؟ مش كل واحده اسمها ام نجوان الزفت تبقى نفسها اللي انت تعرفيها. ايه ده انت عبيطه بنت ولا ايه؟ هو كمان يعني حزينه ومنكسه مفكراني بلعت لساني؟ ما تولعي، حق علاني بركز معاكي في اللي انا فيه ده. استنوا يا جماعه، ام نجوان برضو شغاله في مستشفى، انا رحت لها. كوريا. كوريا؟ غريبه ان الانسه كوريا تعرف ام نجوان. مالك؟ مستنيها تفتح. طب اصطبر، عايز اطلع الشقه اجيب كرشاوه واخلص عليها. بقى انا ابراهيم كبداك اللي بتهزله بطن البقره تما يتعمل فيا كده وفي مكان اكل عيش يا طاعون؟ اهدى بس يا هيما، دي مهما كان حرمه برضو ومهما كان بينك وبينها اتك على الراحه وبالعقل يا كبداكي، كله بالمخ بتاع الكبده. انا عايزك بقى تهدى عشان عايز اسالك على حوار. حوار ايه؟ البت نوال مالها؟ تلزمك خصك؟ لا تلزمني ولا خصاني، بس ليه؟ اطلع منها مصلحه حلوه. يا عم مصلحه ايه؟ ده بنت ناشفه لو عصرتها مش هتنزل حتى تراب. عيب عليك يا كبداكي، هعصرها وهسنفرها وهخليها دريم بارك. السلام عليكم. تعالى سوق. مش فاضي. خد يا لسه قافش ولا ايه؟ وربنا انا كنت عميان امبارح وشارب الصبح ومش شايف قدامي. بنت كوريا جات لي الكباريه ووسخت معايا. كبداكي الفيلم ده مش هياكل معايا، انا عندي شغل. ما خلاص ياض بقى ما تقفش. في ايه؟ ما خلاص ياض قال لك ما تقفش. انت هتعمل فيها منى الشاذلي؟ اقعد يا عم. منى الشاذلي ولا امل الحسيني؟ من الاخر كبداكي انا زعلان منك في حوار تاني. حوار ايه؟ كده برضه كبداكي بقى تروح الكباريه يا راجل في رقصات وتسيب اخوك؟ طب خدنا اشتغل معاك كبداكي في الكباريه. على نعمه ياض يا سوكه، انت مخك على قدك. ياض الكباريه اللي انا شغال فيه ده بيغني فيه مطربين كبار ليهم اسم وصيت. انت لسه كتكوت يا سوكه ولا عشان جبتك تغني في فرح اختي وهدان هتفتكر نفسك عدويه؟ ايه يا ده انت كنت بتغني على حس كبداكي. معلش يا عم طاعون معذور، ابتدى سوكا لسه في مرحله طهور اسبوع بس تغني في كباريه كبيره عليك. عليا النعمه ياض يا سوكا، اول ما تعدي مرحله الطهور دي لازفك من هنا لحد الكباريه، بس انت تعديها. فلوس اللي تدوها له ده اللي زي ده يخش عليه ثلاث عيل جدعان كده اهو، يقلعوه مالت ويطلعوا الورقه من تحت جلده. ادام بتقول انه مخبيها في هدوم. يا دي الكسوف يا ولاد، مين ده اللي هيقلعه مالت عشان الحق اغطي وشي؟ يا خالتي ايه الهمجيه دي؟ لا 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 بليز بلاش نلجا للعنف، لان انا ساعه العنف ببقى عنوف قوي. عنف يا ابو الحاج،
ده واحد نصاب وعايز ينصب عليكوا نصبه تقيله، تقول لي عنف؟ ما احنا ممكن ناخدها منه من غير ما نضربه ولا نقلعه ولا حتى ندفع له. ازاي بس يا طارق؟ نخلي مراته تجيبها لنا منه. مراته ايه يا راجل؟ مراته تعبانه وحالتها منيله ب60 نيل. طب انا جات لي فكره. طب قولي بسرعه ايه الفكره؟ مش كوريا بتقول انها تعرف ام نجوان؟ وبابي بيقول انها عيانه؟ نخلي كوريا تروح لها. صح، وتخلي ام نجوان تجيبها منه. لا، نخلي كوريا هي اللي تجيبها منه. انا ده ازاي؟ ما ان شاء الله انا اللي هضربه ولا انا اللي هقلع؟ بطلي سخافه بقى واسمعيني. انت هتروحي لهم وهتاخدي لهم معاكي عصير. ام نجوان تعبانه، هتدخلي انت المطبخ وهتصب العصير وهتحطي فيه منوم لابو نجوان، هيشربه هينام، هتاخدي الورقه وتجيبيها على هنا. برافو برافو برافو، تاتش وود دي بنتي. هايتي انت تجنني. ميرسي بابي. لبستوا يا اولاد؟ شيل ايدي من على وشي. شيل يا حبيبتي، ده احنا لبسنا وقلعنا 3 مرات. يا ام كامينج. خديهم بقى. لا 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 لا، انا لازم ادخل شريك في المحل ده. اشمعنى؟ انا بقالي ساعه واقف بره مش عارف ادخل من كتر الزباين. ما شاء الله، انت هتحسد ولا ايه؟ ما في حد برضه يحسد نفسه. ايه يعني؟ انا بالنسبه لي انا وانت واحد، فاكيد يعني مش هحسد نفسي. لا بالراحه، الكلام ده كبير قوي. طب ما انا عارف انه كبير، بس احنا لسه ما عدناش المرحله اللي تسميها ايه انت، انك بتلاقي تلاكيك عشان تجيلي. والله عندك حق، ده انا برضه النهارده متلكك عشان اجي. طب والتلكيكه ايه بقى؟ دي. وايه دي؟ انت شايفه ايه؟ انا شايفه ساعه بس. لمين؟ هيكون لمين يعني؟ مش عرفني. انا احكي لك انا فكرت فيها ازاي وانت تعرفي يعني مين. قول. بص يا ستي، انا في واحده بفكر فيها 24 ساعه ليل نهار، ما تعديش عليا لحظه غير وهي في بالي. كنت عايز اجيب لها هديه، فقعدت افكر اجيب ايه اجيب ايه. قلت اجيب ساعه عشان كل ما اقرب الثواني يتحرك كاني بقول لها انك وحشتيني وحشتيني. طب حلوه قوي، ما تديها لها. تفتكري هتفرح بيها؟ اكيد هتفرح بيها. متاكده؟ اكيد. عشان كل ما اقرب الثواني يتحرك كاني بقول لك انك وحشتيني وحشتيني. طب وانا بقى جبت لي ايه؟ ما تحكش بس لامك اتوصى بيها. وحط بقى طحينه كتير، حط طحينه كتير. لف لف السندوتشات في الورق علشان خاطر الكياس دلوقتي بقت زي الذهب، غليت قوي 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 قوي. وخلي بالك حط الواد كبدكي تحت باطك، لان الواد ده هو هينفعك ان شاء الله. وعلى راي المثل سجد المنجد يديك لحاف زياده يا ولا. كل نصايحك وصلت ياما. بقول لك ايه، ادي 2 كبده ماشي و2 سجق ماشي. يلا ما تكل على الله. شكرين يا حبيبي. توكلنا على الله؟ امال احنا توكلنا على مين يا حبيبي؟ اسم الله عليك. يلا ما خلي بالك من نفسك. حاضر. ما تخانيش مع حد. حاضر يا اخويا. ما تعمليش مشاكل مع حد. عيني. صباح الجمال يا احلى شعر في مصر. عينانا. بقول لك يا استاذ، كلمه بيني وبينك كده، انا زعلان مع البنت بتاعتي ومحتاج حضرتك تكتب لنا كلمتين كده عشان يقربوا المسافات. زعلان يا فوق؟ لسه كاتب انا لسه كاتب كلمتين من حظك ومن نصيبك. اديني يا استاذ. يا حلال والله. بص، خليكي دايما بصه وراكي. هو ده. شوف اقول لك حاجه استاذ، كمل يا استاذ. اهو كله هيجي على قفاكي. قفاكي كده هتبعد يا استاذ. قفاكي ايه يا استاذ؟ عم كمل. عشان انت كسرتي قلبي، كسرتي اللي ما بيننا، ورسونت العيش
وكنتاكي. كنتاكي؟ طب بقول لك يا استاذ ما تخليها كبداكي بدل كنتاكي. عايز مستهلك انت صح؟ انا بقى عايز المستهلك بتاع تامر حسني وحماي العيال بتوع الدباديب دول. يا عم دي اسهل حاجه، خد اديني. احنا بتوع بعض انا وانت. اقول لك عني، هو ده هو ده الشغل يا نجم، هو ده. قريتك ازاي؟ اديني يا نجم. ما نشغل بعض انا وانت. الله، اقول لك حاجه، والمصعب استاذ وتلحنا كمان. اديني. انا ليا مين في الدنيا غيرك انت اللي ليا؟ استنى بقى استاذ. تطم تطم. ايوه انا ليا مين في الدنيا غيرك انت اللي ليا؟ خش يا استاذ بقى على طول. حني بيا ابوس ايديكي كده. البنت هتهرب. يلا يا استاذ. احنا بتوع بعض انا وانت. ايوه هو ده. مالناش غير بعض انا وانت. الله. احنا بتوع بعض انا وانت. الله. مالناش غير بعض انا. الله. انا كايسون وانت ليلى. الله. كايسون هو عنتر وانت عبله. اي عبله. كايسون وانت ليلى. اي عنتر وانت عبله. والنبي تديني القبله. الله. حتى ولو اخويه. حتى ولو اخويه. الله. يا استاذ والمصعب 10 10. بقول لك يا استاذ تعب حق الكبده يا استاذ. بونسوار. بونسوار. S'il vous plaît, monsieur, j'ai envie de vendre cette bague. Qu'est-ce qu'il y a? Police, I want you to come as soon as possible. I have a lady, she's a crook. She wants to sell me a fake diamond ring as an original one. I'm holding her. Thank you. What? This ring is fake? جاي تتنططي عليا في مكان اكل عيش يا كوريا؟ بس العيب مش عليكي، انا اللي اخدتك عليا واديتك قيمه، انا اللي خليتك تتني وتتفردي لحد ما افتكرتي نفسك حرمه. ما تيجي يوم ما تشوفي الحريم عاملين ازاي. بص لنفسك، بص لنفسك يا كوريا. تسترجلت يا كوريا لحد ما هيطلع لك شنب ودقن. انا عملت لك كل حاجه يا كوريا. قلت لي ماليش في الشمال يا ابراهيم، جبتك في اليمين. قلت لي عاوز خطوبه تخطبني. قلت لي ابعد عن نوال، بعتها عني واديتها بالجزمه عليا بايدك كله. ياما ده انا كبداكي اللي تقع منه ما تهزوش. طريق صحراوي يا كوريا، ده اخر الخط بتاعي معاكي. انا نازل هنا يا امي. سلام. J'arrive pas à comprendre. Pourquoi vous me laissez attendre ici? Et pourquoi vous avez appelé la police pour moi? Pourquoi? La bague n'est pas originale. Et moi, j'ai pas dit que la bague est originale. Moi, j'ai envie de la vendre telle qu'elle est. Non. Écoute, monsieur, est-ce que la loi ici arrête les gens parce qu'ils veulent vendre une bague qui n'est pas originale? Non. Alors d'accord, moi j'ai changé mon avis. Je peux avoir ma bague et partir? Merci. قولي لي بقى يا اميره القلوب، مبسوطه في البنسيون؟ الحمد لله ناس كويسين وطيبين، بس انا عايزه ارجع البيت عشان الم هدمتاني واتخانق مع سلومه الكلب واخد منه ورقتي. الراجل الناقص زي ما يكون هيرميني، لا كاتب لي مؤخر ولا قايمه. لا لا لا، ولا تروحي ولا تتكلمي ولا الجو ده، وانا هبقى اجيب لك الورقتين بتوعك بس بطريقتي. خلاص. المهم بقى ركزي معايا دلوقتي، تاخدي الحتتين دول تجيبي لك ايه هدمتين حلوين، بس يكون فيهم طقم ملعلت كده وبروبرو. ليه بقى؟ لان انا هخرج خروجه ما خرجتهاش قبل كده، هعيشك في امبيانس لم يحدث من قبل. بس كده كتير قوي يا سيد عون، انت جمالك بقت مغرقاني. ولا كتير ولا حاجه، انت ست بنت حلال وطاهره وتستاهلي كل خير. تصدق بالله انا شكلي فعلا بنت حلال وربنا عوضني بيه. اهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل اتفضل يا ابو طالب بيه، اتفضل. حضرتك تشرب ايه؟ انا اولا عايز اكلم نادر ضروري وشويه قهوه صغيرين. ام احمد. نعم. اطلعي اندهي دكتور نادر من فوق. حاضر يا هاني. تصور تصور يا ابو طالب بيه، نادر ما بيكلمنيش، وكل ده ليه؟
علشان انا ما كنتش موافقه على الست اللي اسمها نجوان، وادي كل اللي انا قلته حصل، وشفت حضرتك عملت فينا ايه. ابقى انا غلطت في ايه؟ كل شيء هيتحل بمجرد ما نحل مشكله هايدي. يا رب يا رب يا ابو طالب يا رب. في ايه؟ ايه الالحاح والملل اللي انت فيه ده؟ هو انا مش اديت لك ورقه رضيه وقلت لك انا مش هشتغل فيها تاني؟ جاي ليه وعايز مني ايه؟ دلوقتي ابو نجوان مع العنوان التفصيلي بتاع نجوان ومروان، انا هشتريه منه وهجيبه لك عشان تقول لنا نعمل بيه ايه. وانا هعمل ايه يا نادر؟ احنا مروان نصب علينا في الفلوس، وانت نجوان نصبت عليك في قلبك، يعني بيننا قضيه مشتركه. يا اخي كفايه عليك كده بقى، حرام، ارحمني. قلت لك انا مش هشتغل في القضيه دي تاني، خلاص ده كلام نهائي. اتفضل اخرج بره. اتفضل. انت ايه يا اخي؟ انت ايه؟ انت ليه مصر تخسر كل الناس اللي بيحبوك؟ احنا عملنا لك ايه؟ انت مالك بقيت بني ادم ما عندكش علم ليه؟ الله، صورتك نازله في الجورنان ومنوره. دي عشان جريمه القتل بتاعت اول امبارح. عيب عليك، جبت الواد في 24 ساعه. نفسي بقى اخلص من القضيه الزفت دي، اتصور وانا قافش البت هايدي دي من قفاها. شد حيلك. شد حيلي ايه؟ الواد نادر ده شكله غويط قوي، بنت في حضنه ليل نهار ومعرفتش تطلع منه باي حاجه غير انه بيكلم ابو طالب ومش عارف مين ومين. وكده هايدي مش هتيجي في سنتها السودا خالص. يا ابني انا مش بتكلم معاك، بعدين بترسم ايه سحلك قوي كده؟ برسم جمالات. Who are you? Who are you? I can't speak, Rick. انتوا مين؟ انتوا مين يا ولد الكلب؟ أهلاً أخ مروان، شلونك؟ يعني إزايك بالمصري؟ لك وحشة تصدق؟ لا وحشة كبيرة بعد، شيلوه. جاسم؟ إيه جاسم، جاسم اللي ضحكت عليه ولبست العمة ولا الطرطور مثل ما تقولون بالمصري. عمتي وطرطور إيه اللي تبتول عليه؟ مروان، العمة اللي أعطيتني إياها صارت صغيرة ضيجة علي، ما أحبها. الحين أنا برجعها لك وأبي فلوسي بس. مش فاهم حاجة، عمتي وفلوس إيه؟ في إيه؟ أنت فاهم كل شيء. أنت للأسف فاكر أن كل شيخ عنده في البيت بترول، نفط، عنده بير يغرف منه وقت ما يبي وهو مرتاح. لا حبيبي، أنا شقيت، أنا تعبت، أنا حفرت الصخر حتى أصبحت ملياردير، ولو أمشي وأوزع فلوسي على النصابين اللي مثلك يمين وشمال كان من زمان حفيت وتلقاني في جامعة الدول العربية، شارع جامعة الدول العربية، أشحت أو أنظف سيارات. تعايز يا قاس. اسمعني يا مروان، أنا مشيت معاك مثل ما تبي، ما قصرت عنك، أعطيتك اللي تبي، كل المشاريع اللي انت اقترحتها انا وافقت عليها. شركة السكر، شركة الشحن، شركة التأمين، لكن للأسف نهايتها كانت نصب واحتيال. اسمع يا مروان، انا ابي فلوسي، الخمسة مليون يورو ابيهم بس. اكيد في حاجة غلط، وبعدين انت عارف ان احنا شحننا السكر في السفينة والسفينة غرقت في البحر، ولو مش مصدقني روح اشرب من مية البحر هتلاقيها مسكرة. مسكرة؟ شوفوا شغلكم. اه
البلح، هو وحش البلح. مساء الفل يا استا كوريا. خير يا طاو؟ جاي تترزل عليا في محل اكل عشي ولا ايه؟ نازله تحني يا كوريا فينا وليل النهار بتنبطي. ده انا يبقى قاطع رجلي لو ادخل اترزل على حرمه صاحبي وهو مرمي في المستشفى. امال عاوز ايه؟ يعني هكون عاوز ايه؟ مش كوافير حريمي ده لا مؤاخذه ولا ايه؟ ولا احنا في مركز الابداع؟ كوافير يا ريس. انت صح يا كبير. تمام. اختي بقى اخونا وهدان الصغيره فرحها قريب وجايين نحجز لها، وقلت بالمره ارغي معاكي وناخد وندي عشان اعرف ايه بقى الموضوع اللي انت عارفاه وانا عارفه ومسكهولي الزله. شوف يا طاعو، الرغي هنا في المحل للحريم مع الحريم بس، ما بيخشش هنا رجاله ولا نصاص رجاله. فاتكل على الله بقى من هنا دلوقت بدل ما وتربت امي. مش هقولك استنى اما يخرج هيمه، انا اللي هفرج عليك امي لا اله الا الله وقتي. خلاص شتفتيني. طب اسمعي بقى ست الستات، هيما خارج قريب وهندي مقصات هربان والحكومة بتدور عليه، بس هو حاطط في دماغه هيما. بس أنا بحب هيما ولا ممكن أخلي حد يعلم عليه من حتة تاني؟ ده أنا ساعتها يجيني طعون على حق. يلا رجال لحسن حسن، الأكسجين اللي في المطرح شاحح مني. سلام. بقولك يا دكتور الله لا يسيئك، أنا لا ليا في جو المستشفيات ولا الحقن ولا البنج ولا الكلام ده. أنا قلبي مقبوض وحاسس إن أنا روحي هتطلع لو قعدت هنا أكتر من ساعة. يا إبراهيم أنت عندك جرح كبير في مكان خطر وعمل لك تهتك في عضلات الكتف ونزفت دم كتير قوي. مش مهم، خرجني من هنا. يا إبراهيم أنت محتاج راحة تامة ورعاية طبية على الأقل كام يوم. طيب تمام، أنا هروح أرتاح في بيتنا، هفضل قاعد قدام التلفزيون 24 ساعة. أنت عندك تلفزيون؟ اخرس أنت، اكتب لي على خروج الله يكرمك. أنا عندي فكرة يا دكتور، إبراهيم أخويا أنا هروح معاه البيت وأخدمه اللي هو عايزه وأنا تحت أمره. ما هو المسألة مش راحة وبس، أنت عندك أدوية وحقن لازم تاخدها بانتظام. ومحتاجين نطمن عليك كذا مره في اليوم. لا اطمن يا دكتور اطمن، انت لو عايزني اخف اكتب لي على خروج، احنا عندنا حلاق صحه بسم الله ما شاء الله، ايدي تتلف في حرير، هبعته يديني الحقن اللي حضرتك هتكتبها لي. انت بتهزر؟ لا. حلاق ايه وصحه ايه؟ مفيش خروج قبل 3 ايام على الاقل. ايه ده؟ وبيزعل ايه؟ وبيزعل ابلا يا ابلا. حلقت لك كمان؟ بقول لك انا من رايي احنا نسمع كلام الدكتور نقعد هنا قد سنه او سنتين. ايه ده يا سكر اللي مكتب نفتح العربيه؟ يا جدع امشي يا جدع، انا هخطفك يا جدع ميد. في ايه؟ تعالى بقول لك ايه يا حسين. في ايه يا سوكا؟ سيبيه يا اما سيبيه. في ايه يا اما سيبيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه كوريا؟ الحمد لله على السلامه كوريا، ليكي وحش. انت اللي طلعت؟ نعم. يعني قصدي طلعتي امتى؟ وحشتني يا دعيم. وانت يا كوريا قوي. مش باين عليك يعني انك فرحان؟ يعني شويه كده. ايه؟ لا يعني ازاي يا كوري؟ ازاي ده انا مزقطه؟ مش باين عليك يا ابراهيم. ما انت خطفتيني برضك. انا قلت اعملها لك مفاجاه. دي احلى مفاجاه، ده ايه المفاجاه الحلوه دي؟ مش كنت تقولي طب كنا زفيناكي من هناك لهنا؟ هي دي حاجه تعدي كده. عارف يا هيما، انا طول ما كنت جوه ما كنتش بفكر اني عايز اخرج عشان اعلم على رموني الراميه السودا دي، لا. كل ما كنت اقعد لوحدي كنت اقعد افكر واقول يا رب والنبي خرجني ولو خمس دقائق بس امسك ايد الواد هيما وارجع تاني. حبيبتي حبيبتي يا كوريا بقى كان كل فين دبلتك يا كبداجي؟ فين الدبله؟ دبلتنا في جيبي في جيب يا كوريا. وقبل ما دماغك توديك الحته شمال اساليني الدبله في جيبك ليه يا ابراهيم؟ الدبله في جيبك ليه يا ابراهيم؟ معرفش. نعم. لا بهزر معاك يا كوريا، اصل وانا بسوي الاكل بتسخن وبتلسعني بتلسعني قوي يا كوريا. بس انا كنت هلبسها برضو، يعني ده انا لابسها لابسها، هتروح فين؟ بس دي خطيبتي وهتبقى مراتي، عاوزاني اقول لها ايه؟ اقول لها والنبي سيبيني اروح اقعد مع نوال شويه عشان جوزها مش فاضلها؟ الله، وانت تقول لها ليه وتعيد لها ليه؟ ما دام ما اتجوزتهاش ملهاش حاجه عندك. ملهاش حاجه عندي ايه؟ انت اتجننت يا نوال، ده لو عيني رمشت واحده بس بتعمل معايا الصح. انا نفسي اعرف البت القزعه المسترجله دي عامله لك عمل عند انهي شيخ عشان اعمل لك عنده؟ ده انا فرشالك خدي مداس وبتمنى لك الرضا ترضى. ده انا مفيش مره بشوفك فيها الا الكلام يبقى عليها حتى وهي مسجونه. ايه انا بقيت بكرهها كانها درتي. درتك ايه؟ درتك ايه ونيلت ايه يا نوال؟ احنا حوارنا ده كله عوا ومليان مشاكل، وجوزك ده انا قده يا ماما وقد 10 زيه، بس صاحب الحق قوي برضه. ما انا قلت لك فكك من الحوار ده ونفض لها وحاجتك حاضره. انت راجل في الكليه وهي رد سجون، وانا هقرب سلومه في عيشته لحد ما يطلق، وهخليه قبليها يكتب لي الشقه اللي احنا فيها باسمي، يعني مش هياخد غير جلاليب والزفره وهو خارج، ونتجوز انا وانت يا هيما. ولو عاوز عفش جديد نشتري ابيع ساختي. انا شارياك يا هيما وبحبك، وسلومه ده ما بقتش طايقه نفسه في وشي. انت تهطلتي يا نوال؟ لا وربنا تهطلتي، انت عاوزانا انا وانت نتجوز ونقعد في الشقه اللي قدام كوريا دي؟ كانت تولع فينا وفي ام الشقه. خلاص
نبيع الشقة دي وناخد أي مطرح في أي حتة. فكك بقى من موضوع الجواز ده، خلينا كده، إحنا كده أحسن. نوال مزنوق، شوفي لي أي حاجة معاكي. يوه عينيا، بص كده، خدي حبيبي. دي حبيبتي، حبيبتي يا نوال، ربنا ما يحرمني منك. يا أخي كبداجي، وأنت يا أخت نوال. أنت إيه اللي جابك هنا يا شيخ ناصر؟ ايه رايك في الصدفه السعيده دي؟ لا يا صدفه زباله. جيب من المعاش وبنتي قاعده عندي وجوزها كرشوب للشغل، والصبح كنت اجيب لابنها اللبن المدعم. حرام عليكم يا جبتعون يا راجل يا ممل. ايه الرغي ده؟ لول لول لول، فلقتني بقصه حياتك. وايه اللبن المدعم ده؟ يعني انت كده كسبت تعاطفي؟ ده انا هشرمك. ابو سيدك ابو سيدك يا ابني، حرام عليك. ما تفكك منه يا طاعون، شوف لك عيل شاب احسن. يا هيما سيبك من الناس دي، انا عارفها كويس. ايه يا بقول لك؟ قلبي اتسلبت بقى علينا، اتسلبت. لا بقولك ايه يا طاعون، تقليب موت ماليش فيه. الراجل ده ينزل بفلوسه ياخد بيها حقنه في اقرب اجزخان. السلام عليك يا هيما وعلى قلبك الرهيف. ماشي عشان خاطرك بس، ننزله بقى المره دي بفلوسه عشان خاطر هيما. ما احنا اصلنا في ميكروباص.